السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله معانا آخر فيديو من فيديوهات الانتنسيف كورس، والنهاردة بإذن الله معانا مادتين وهما الفارماكولوجي والباثولوجي. هنبدأ بإذن الله في الفارما، هنتكلم عن الدراجز اكتنج اون بلود. هنبدأ أول حاجة بأول نوع من الدراجز اللي هنتكلم عنها، وهو الأنتي كواجولانس. الأنتي كواجولانس دي اللي هي مضادات التجلط. طيب الأنتي كواجولانس دول في منهم نوعين، إما دايركت أنتي كواجولانس أو إندايركت أنتي كواجولانس. بالنسبة للدايركت أنتي كواجولانس دي بتشتغل على الثرومبين نفسه، تمام، بتشتغل على الثرومبين نفسه، لكن الاندايركت بتشتغل على حاجة، والحاجة دي هي بعد كده اللي تعمل انتي كواجيوليشن، تمام. يبقى الدايركت بيشتغل على الثرومبين نفسه بشكل دايركت، لكن الدايركت بتعمل حاجة ولما الحاجة دي تحصل تأثر على الكواجيوليشن. طيب نبدأ أول حاجة بالدايركت اللي هم إيه، بيشتغلوا على الثرومبين ذات نفسه. طيب عندي أربع دراجز من نوعهم دايركت أنتي كواجولانس. إيه هما؟ الهيريودين والليبيرودين والبيفاليرودين والأجراتروبان. الأرجاتروبان، تمام، الهيرودين والليبيرودين والبيفاليرودين والأرجاتروبان. طيب الأربع أنواع دول دايركت أنتي كواجولانس. هنبدأ بالهيريودين. الهيريودين ده دايركت أنتي كواجولانس، بيشتغل ازاي؟ الميكانيزم بتاعه بيكون الريفرسيبل ثرومبين انهبيتور، بيروح عند الثرومبين ويعمل له الريفرسيبل انهبيشن، فيمنع ان الفايبرينوجين يتحول لفايبرين فما يحصلش كواجيوليشن. طيب الهيريودين ده بيبقى موجود فين او بيستخرج من فين؟ بيستخرج من الليتش سلايفا، تمام، بيستخرج من الليتش سلايفا اللي هو اللعاب بتاع كائن العلق، تمام. كائن العلق ده بيبقى زي ما انت شايف كده، بيبقى الكائن ده السلايفا بتاعته فيها الهيريودين اللي هو ماده انتي كواجولانت الريفرسيبل ثرومبين انهبيتور، وبيستخدم كعلاج. اكتب على جوجل على الليتش ثيرابي او العلاج بالعلق، هتلاقي انهم بيحطوا الكائنات دي على جسم الشخص، وتبدا الليتش دي ان هي تدور على الاماكن اللي فيها كواجيوليشن وتقوم تعضها، تمام، وتقوم تدخل فيها الهيريودين، بتبقى حاجة شبه الحجامة كده، تمام، ده الليتش ثيرابي. فأنا بستخرج المادة الهيريودين من الليتش سلايفا وبعمل بيها علاج أنتي كواجولانت بديه للشخص. طيب عندي تاني نوع وهو الليبيرودين. ده بيتاخد بارنترالي، يعني بيتاخد انترافينوسلي. بستخدمه في ايه؟ عشان اعالج الهيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا، الهيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا، وهنتكلم عنها لما نتكلم عن الهيبارين. طيب مشكلة الليبيرودين في ايه؟ ان هو ملهوش انتيدوت، لو حصلت توكسيسيتي من الليبيرودين مش هقدر اني اعمل لها ريفيرز لاني ملهوش انتيدوت، ملهوش ترياق. طيب البيفاليرودين ده بيتاخد انترافينوسلي بارنترالي زي الليبيرودين، مشكلته ان هو ليه شورت تي هاف، تمام، ليه شورت تي هاف، بيتكسر في الجسم بسرعة. طيب عندي بعد كده آخر حاجة الأرجاتروبان. ده بستخدمه في إيه؟ بستخدمه عشان أعالج الهيبارين انديوست ثرومبوسايتوبينيا، سواء معاها أو مش معاها ثرومبوزس، تمام. يبقى بعالج ال HIT اللي هي الهيبارين انديوست ثرومبوسايتوبينيا، سواء معاها ثرومبوزس أو مش معاها ثرومبوزس. طيب تمام، لكن الليبرودين ده بعالج بيه الهيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا with ثرومبوزس، تمام، لما يكون معاها جلطة with ثرومبوزس. لكن الارجاتروبان بعالج بيها ال HIT سواء معاها ثرومبوزس او مش معاها ثرومبوزس. طيب يبقى كده قلنا الدايركت انتي كواجولانتس الهيريودين والليبيرودين والبيفاليرودين والارجاتروبان. الهيريودين ده اللي بيبقى موجود في الليتش سلايفا، الليبيرودين ملهوش انتيدوت، والارجاتروبان هو والليبيرودين بيستخدموا في علاج ال HIT، الليبيرودين with ثرومبوزس، الارجاتروبان with or without ثرومبوزس، والبيفاليرودين ده بيكون بيتاخد انترافينوسلي وبيكون ليه شورت تي هاف. طيب بعد كده نتكلم عن الاندايركت انتي كواجولانتس. عندي ثلاث انواع، عندي ثلاث دراجز هتكلم عنهم، وهم الفوندا بارينوكس، ده اعرفه كاسم فوندا بارينوكس، والعلاجين اللي هناخدهم بالتفصيل اللي هم الهيبارين والدايكومارول او الورفارين. طيب
هنبدأ بسم الله مع الهيبارين. الهيبارين ايه الميكانيزم في اكشن بتاعه؟ ان هو بيعمل اكسلريشن للانتي ثرومبين. بص بيشتغل بطريقه اندايركت، ده ما راحش عمل انهبيشن للثرومبين نفسه، لا ده راح عمل اكسلريشن للانتي ثرومبين عشان الانتي ثرومبين يروح يعمل انهبيشن للثرومبين، يمنع تحويل البروثرومبين لثرومبين، وبالتالي الثرومبين ما يقدرش يحول الفايبرينوجين لفايبرين، فما يتكونش البلاد كلوت وما يحصلش كواجوليشن. يبقى الميكانيزم في اكشن بتاعه هو انه بيعمل اكسيريشن للانتي ثرومبين اكشن. طيب بيتاخد ازاي؟ بيتاخد بارنترالي، بيتاخد بارنترالي بالحقن سواء انتروفينوس وريدي او سب كيوتينيوس، سواء انتروفينوس او سب كيوتينيوس. وما ينفعش اني ادي الهيبارين انتراماسكولار، افويد انتراماسكولار انجكشن اوف هيبارين. ليه؟ لانه بيسبب بينفول هيماتوما. لما بحقن الهيبارين في العضل بيقوم المكان اللي اتحقن فيه بيحصل فيه هيماتوما وبتبقى مؤلمه، تمام؟ بتبقى بيسبب بينفول هيماتوما لما احقنه انتراماسكولار. طيب قلنا في الفيسيو ان الهيبارين ليه رابيد اونست اند رابيد اوفست، بيشتغل بسرعه immediate اونست، تمام؟ اول ما بديه بيشتغل على طول، لكنه بيستمر فتره قليله، بيستمر 3 ل 5 ساعات، تمام؟ الديوريشن في اكشن بتاعته من 3 ل 5 ساعات. بعد كده بيحصل له ميتابوليزم في الليفر، تمام؟ بيحصل له ميتابوليزم في الليفر، وبعد كده جيت اكسكريتد ان يورين، يتم اخراجه من الجسم عن طريق اليورين. طيب بعمل مونيتور للهيبارين ثيرابي ازاي؟ بالاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، بالاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايب، تمام؟ تايم، تمام؟ الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايب، تمام؟ should be twice the normal، تمام؟ should be twice the normal، يعني وانا بدي الهيبارين لازم القى الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم ضعف الطبيعي، تمام؟ لو لقيته مش ضعف الطبيعي يبقى في مشكلة في الهيبارين اللي انا بديه. طيب لان الهيبارين بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الكواجيوليشن فاكتور 12 والكواجيوليشن فاكتور 11 والكواجيوليشن فاكتور 8 والكواجيوليشن فاكتور 9، فبيفضل الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايب يعمل ديتكشن للكواجيوليشن فاكتورز دي، تمام؟ بيعمل ديتكشن للكواجيوليشن فاكتورز دي، فبقدر من خلاله اني اعمل مونيتورنج للهيبارين ثيرابي. طيب في الطبيعي الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم بيبقى قد ايه؟ من 26 ل 33 ثانيه، من 26 ل 33 ثانيه، لكن اثناء العلاج بالهيبارين هلا ان هو دخل في دقيقه، تمام؟ هلا ان هو دخل في دقيقه. طيب ايه الاعراض الجانبيه بتاعه الهيبارين؟ بيعمل بليدنج، وده بيبقى دوز ديبندنت على حسب انا خدت جرعه قد ايه. لو كانت الجرعه كبيره هيمنع الكواجيوليشن بشكل كبير، فهيخلي سيوله الدم عاليه فيحصل بليدنج من اقل حاجه. طيب كمان في حاجة مهمة جدا بيعملها الهيبارين، وهي الهيبارين induced thrombocytopenia. بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن ان في انتي بوديز بتتكون ضد الهيبارين، والانتي بوديز دي تروح تعمل اجلوتينيشن مع البليتلتس، تمام؟ بدل ما تمسك في الهيبارين تروح تمسك في البليتلتس. لما تمسك في البليتلتس، البليتلتس يحصل لها اكتيفيشن واجريجيشن، ويقوم يحصل في المكان ده ثرومبوزس. يبقى انا بدي الهيبارين عشان اعالج الثرومبوس، يقوم هو بذات نفسه يعمل لي ثرومبوزس. طيب كمان البون مارو لما بيحصل الموضوع ده بيبدا ان هو يقلل من انتاج البليتلتس بسبب الاجريجيشن والثرومبوزس اللي البليتلتس عاملاها، فلما يقلل من انتاج البليتلتس بيحصل ثرومبوسايتوبينيا، فعشان كده بسميها هيبارين انديوست ثرومبوسايتوبينيا. العلاج اني اوقف هيبارين فورا، اني اوقف هيبارين فورا وادي مكانه دايركت ثرومبو دايركت ثرومبين انهبيتور، اعمل دايركت ثرومبين انهبيتور ادمنستريشن. لو حصلت ثرومبوزس يبقى ادي ليبيرودين او ارجاتروبان، لو لسه ما حصلتش الثرومبوزس ادي الارجاتروبان. طيب ازاي اعمل ريفرزال للافكت بتاع الهيبارين لو حصلت منه توكسيسيتي؟ لو حصل توكسيسيتي من الهيبارين، حد خد دوز عالية جدا من الهيبارين، ازاي اعمل ريفرزال للافكت؟ اني اوقف الثيرابي، ديسكونتينيوشن اوف ثيرابي لو حصل التوكسيسيتي، وادي بروتامين صلفيت. البروتامين صلفيت ده بيكون هو الانتيدوت، هو الترياق بتاع الهيبارين توكسيسيتي، وبدي معاه ايه؟ بدي معاه سترونج بيز، وبفضل احقنه في الجسم سلو انترافينوسلي، تمام؟ احقنه في الجسم انترافينوسلي بشكل بطيء، بروتامين صلفيت وقاعده قويه. طيب في نوع تاني من الهيبارين ده اسمه لو موليكيولار ويت هيبارين.
لو موليكيولار ويت هيبارين، زي ايه؟ زي الانوكسابارين والنادروبارين. الانوكسابارين والنادروبارين ده نوع جديد من الهيبارين اسمه لو موليكيولار ويت هيبارين. دي الخصائص بتاعته بتكون افضل من الهيبارين العادي اللي هو الان فراكشند هيبارين. طيب بيعمل ايه؟ بيعمل بروموشن للفاكتور للاكتيفيتد فاكتور 10 انهبيشن، تمام؟ يعني بيخلي الانتي ثرومبين، بيعمل اكسلريشن للانتي ثرومبين عشان يمنع عشان يعمل انهبيشن للاكتيفيتد فاكتور 10، فالاكتيفيتد فاكتور 10 ما يقدرش يحول البروثرومبين لثرومبين، تمام؟ فبالتالي الثرومبين ما يحولش الفايبرينوجين لفايبرين، تمام؟ يبقى هو بيعمل انهبيشن للاكتيفيتد فاكتور 10 باي اكسلريشن اوف انتي ثرومبين زي الهيبارين، زي الهيبارين العادي. ايه ميزته؟ ان هو بيبقى ليه لونجر تي هاف، ليه لونجر تي هاف عن الهيبارين العادي، وليه هاي بايو افيلابيلتي، ليه لونجر تي هاف وليه هاي بايو افيلابيلتي. وكمان احتماليه الاصابه بالهيبارين انديوس ثرومبوسيتوبينيا والاوستيوبوروزس هشاشه العظام بتبقى اقل بكتير من الانفراكشند هيبارين، يبقى نسبة حدوث ال HIT منه أقل بكتير من ال unfractioned هيبارين. لكن مشكلته إيه؟ لو حصلت منه توكسيسيتي it's incompletely neutralized by protamine، يعني البروتامين سلفيت اللي هو الأنتيدوت مش هيقدر يعمل neutralization لكل الكمية الموجودة في الجسم. طيب لما أجي أعمل لاب أسي، لما أجي أعمل لاب أسي عشان أعمل مونيتورنج للثيرابي، هلا ايه؟ هلا انتي فاكتور، انتي اكتيفيتد فاكتور 10 اكتيفيتي، تمام؟ هل ان في انتي فاكتور، انتي اكتيفيتد فاكتور 10 شغال في الجسم، تمام؟ طيب استخدم الهيبارين في ايه؟ استخدمه في الدي في تي اللي هو الديب فينوس ثرومبوزس، الديب فينوس ثرومبوزس، وكمان استخدمه في حالات البالمونري امبوليزم، امبوليزم اللي هي جلطه انتقلت للرئتين، انستابل انجينا في حالات الانجينا، وكمان في الدي اي سي الديسيمينيتد انترافاسكولار كواجيوليشن. يبقى ايه استخدامات الهيبارين بالنسبه لي؟ دي في تي، دي في تي، ديب فينوس ثرومبوزس، ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجيوليشن، بالمونري امبوليزم، وانستابل انجينا. ايه هي الكونترا انديكيشنز بتاعه الهيبارين؟ يعني لو شخص عنده الحاجات دي ما ينفعش اديله هيبارين، لو شخص بالفعل عنده هيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا ما ينفعش اني اديه هيبارين لانه هيزود المشكله اكتر. كمان لو شخص عنده بليدنج يعني بينزف وعنده سيوله في الدم، انا اديله هيبارين هزود البليدنج عنده، مش هينفع. كمان الهيباتيك والرينال ديزيز، الهيباتيك والرينال ديزيز لو حد عنده مرض في الكبد او مرض في الكلى مش هينفع اديله هيبارين. ليه؟ لان الهيبارين بيحصل له ميتابوليزم في الكبد، اللي بيحصل له ميتابوليزم في الليفر، تمام؟ فالليفر مش هيقدر يعمل له ميتابوليزم فهيحصل منه توكسيسيتي. كمان لو في رينال ديزيز، لان الهيبارين بيجيت اكسكريتد في اليورين، فلو في رينال ديزيز مش هيعرف، مش الكلى مش هتعرف تنزل الهيبارين مع اليورين، فبرضه هتحصل توكسيسيتي، تمام؟ ده الميكانيزم اوف اكشن بتاع الهيبارين. بيعمل ايه؟ بيعمل اكتيفيشن للانتي ثرومبين 3، ولما يعمل اكتيفيشن للانتي ثرومبين 3 يمنع تكوين الثرومبين من البروثرومبين، فبالتالي الفايبرين ما يتكونش من الفايبرينوجين، فما فيش فايبرين كلوت تتكون. طيب تمام، دلوقتي هنتكلم عن تاني اندايركت انتي كواجولانت دراج، وهو الدايكومارول او الوارفارين. طيب الوارفارين ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز، تمام؟ بيبقى عبارة عن فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز انهبيتور، بيعمل فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز انهبيشن. طيب بيتاخد ازاي؟ بيتاخد اورالي عن طريق الفم. التي هاف بتاعته بتبقى قد ايه؟ بتبقى 40 ساعة، والديوريشن اوف اكشن بيفضل شغال في الجسم من 2 ل 5 ساعات. قلنا ليه delayed onset and delayed offset، بيبدأ يشتغل في الجسم ببطء، تمام؟ بيبدأ يشتغل بعد فترة لكنه بيفضل شغال لمدة طويلة. بيحصل له ميتابوليزم فين؟ بيحصل له ميتابوليزم في الليفر والكدني، بيحصل له ميتابوليزم في الليفر والكدني، وبيحصل له اكسكريشن فين؟ في اليورين والستول. طيب ايه الجرعة اللي انا بديها للشخص؟ بديها له 10 مللي جرام فور 3 دايز، بديها له 10 مللي جرام فور 3 دايز.
وبعد التلات أيام بمشيه على مينتننس دوز 5 مللي جرام يوميا. تمام، يبقى 10 مللي جرام يوميا لمدة أول 3 أيام، بعد كده بمشيه على مينتننس دوز 5 مللي جرام. ويفضل إن الوقت بتاعه at bedtime، يعني المريض ياخد الهيبارين، المريض ياخد الوارفارين قبل ما ينام على طول، عشان أقدر أعمل له مونيتورنج في صباح اليوم التالي. بعمل مونيتورنج للوارفارين ثيرابي إزاي؟ بالبروثرومبين تايم، بالبروثرومبين تايم. بيعمل ديتكشن لإيه؟ للفاكتورز. بيعمل ديتكشن للفاكتورز 7 و5 و10 والبروثرومبين والفايبرينوجين. تمام، لما بيبقى دول فيهم مشكلة بيبقى بعرف إني في حاجة في البروثرومبين تايم، فلما البروثرومبين تايم يتغير أعرف إني الوارفارين شغال كويس. طيب مدة البروثرومبين تايم الطبيعية بتبقى قد إيه؟ من 12 ل 14 ثانية. مدة البروثرومبين تايم الطبيعية بتبقى من 12 ل 14 ثانية. ايه هي السايد افكتس بتاعة استخدام الورفارين؟ زي الهيبارين، انه هيحصل منه بليدنج، هيزود من الانتي كواجيوليشن، هيقلل من الكواجيوليشن بشكل كبير جدا، فهيزود سيولة الدم بشكل كبير، فهيحصل بليدنج. كمان بتحصل منه مشكلة اسمها بيربل تو سيندروم. بيربل تو سيندروم الصباع الكبير زي اللي بيتحبس فيه الدم وبيبقى لونه بيقلب على بنفسجي. تمام، يبقى البيربل تو سيندروم. كمان بيسبب مشاكل في الجي اي تي، بيعمل ايه؟ بيعمل انوريكسيا، الواحد بيبقى ملهوش نفس الاكل، نوزيا، فقدان شهيه، ونوزيا وداريه، يبقى بيعمل انوريكسيا ونوزيا وداريه. كمان بيعمل تراتوجينيسيتي، بيعمل عيوب خلقيه، عشان كده ما ينفعش اني اديه لست حامل، not given in pregnancy. تمام، not given for pregnant women. ليه؟ لانه بيعمل تراتوجينيسيتي، هو تراتوجينيك. طيب ازاي اعمل ريفرسال للافكت لو حصلت توكسيستي من الوارفارين؟ اعمل ايه؟ ديسكونتينويشن اوف ثيرابي، اوقف العلاج، وادي فيتامين كي من 1 ل 5 مللي جرام. اعمل فيتامين كي ادمنستريشن من 1 ل 5 مللي جرام عشان يفضل يعمل كومبتيتيف انهبيشن للوارفارين، يعمل كومبتيتيف انهبيشن للوارفارين. تمام، طيب ايه هي استخدامات الورفارين؟ بريفنشن اوف دي في تي، بمنع حدوث الديب فينوس ثرومبوزس، بمنع حدوث البالمونري امبوليزم اور امبولايزيشن ان بيشنتس ويز اتريال فايبريليشن. ايه الامبولايزيشن ان بيشنتس ويز اتريال فايبريليشن؟ ان الشخص اللي بيبقى عنده اتريال فايبريليشن، الاتريوم مش شغال كويس وما بي ما بينقبضش بشكل كويس، بسبب ركود الدم في الاتريوم بتتكون جلطة. تمام، بسبب ركود الدم في الاتريوم بتتكون جلطة. طيب لما يجي الشخص ده يتعالج من الاتريال فايبريليشن، يقوم يبدأ الاتريوم يضخ تاني، يقوم يضخ الجلطة اللي اتكونت فيه وتتحرك في الجسم وتفضل تعمل ايه؟ امبولايزيشن. ففايدة الورفارين ان هو بيدوب الجلطة دي قبل ما تنتقل وتروح تعمل امبولايزيشن في الجسم. تمام، يبقى prevention of DVT pulmonary embolism or embolization in patients with atrial fibrillation، بيمنع حدوث الامبوليزم للناس اللي عندها atrial fibrillation. ايه هي الكونترا انديكيشنز بتاعت الورفارين؟ امتى ما تديش ورفارين؟ لو الشخص عنده severe hepatic disease لانه بيعمل ميتابوليزم في الليفر، لو عنده sub acute bacterial endocarditis ما تديش ورفارين، لو عنده sub acute bacterial endocarditis ما تديش ورفارين، لو في recent head trauma او recent head سيرجري. كمان ما اديهوش في البريجننسي، ما اديهوش لاي واحده حامل، لانه هو زي ما قلنا تيراتوجينيك وبيعمل فيتال مال فورميشن. طيب تعال نشوف الميكانيزم بتاعت الوارفارين، ان هو بيضرب الفيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز. تمام، طيب في بعض الكلوتينج فاكتورز لو تفتكر اتكلمنا عنهم في الفيسيو، قلنا ان هم اسمهم فيتامين كي ديبندنت كواجيوليشن فاكتورز، اللي هم اختصرناهم في تاريخ 1972، اللي هم فاكتور 10 وفاكتور 9 وفاكتور 7 وفاكتور 2. الفاكتورز دي من غير ريديوس فيتامين كي، من غير فيتامين كي مختزل، استحالة يتحولوا من الان اكتيف فور للاكتيف فور. تمام، طيب في الطبيعي كان الاوكسيدايز فيتامين كي عن طريق الفيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز بيتحول لريديوس فيتامين كي. تمام، بيتحول لريديوس فيتامين كي، بعد كده الريديوسد فيتامين كي ده يحول الانكتيف كلوتينج فاكتورز لاكتيف كلوتينج فاكتورز. تمام، واثناء عمليه التحويل دي بيتحول بيكون موجود انزيم الجاما جلوتامايل كاربوكسيليز، بيحول الريديوسد فيتامين كي لاوكسيدايزد فيتامين كي.
تمام. الاوكسيدايزد فيتامين كي ما يقدرش يعمل اكتيفيشن للكلوتينج فاكتورز، تمام، ما يقدرش يعمل كواجيوليشن للكلوتينج فاكتورز. يبقى الريديوسد فيتامين كي بيدخل في تحويل الان اكتيف فورم لاكتيف فورم، واثناء عمليه التحويل بيحول الان اكتيف فورم لاكتيف فورم، وبيتحول هو لاوكسيدايزد فيتامين كي. طيب في الطبيعي الاوكسيدايزد فيتامين كي ده بيتم اعاده تدويره، تمام، بيتم اعاده تدويره بالفيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز، ويتحول لريديوسد وياكتيف الكلوتينج فاكتورز مره تاني. طيب لما بيحصل ان الوارفارين يعمل فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز انهبيشن، هيفضل الريديوسد فيتامين كي ياكتف شويه كلوتينج فاكتورز ويتحول لاوكسيدايز، والريديوس يتحول لاوكسيدايز، والاوكسيدايز مش قادر يرجع ريديوس تاني، فيفضل يحصل تراكم في الاوكسيدايز فيتامين كي لحد ما الريديوس فيتامين كي يخلص خالص، وما بقاش قادر اعمل اكتيفيشن للكلوتينج فاكتورز مره تاني. طيب الكلوتينج فاكتورز دي من ضمنها ايه؟ من ضمنها فاكتور 10 اللي هو اصلا البروثرومبين اكتيفيتور. يبقى انا كده ضربت عمليه الكواجيوليشن. طيب تعال نعيد المقارنة بسرعة اللي ما بين الهيبارين والورفرين. ده بيشتغل ازاي؟ بيعمل اكسيريشن للانتي ثرومبين، الورفرين بيشتغل كفيتامين كي ايبوكسيد ريدكتيز انهبيتور. ده بيتاخد بارنترالي، ده بيتاخد اورالي، وما ينفعش اديه الهيبارين ما ينفعش اديه انترا ماسكولار عشان بيعمل لي بينفول هيماتوما. ده ليه اميديت اونست، ده ليه ديليد اونست، ده بيشتغل 3 ل 5 ساعات، ده بيشتغل يومين ل 5 ايام. ده بيحصل له ميتابوليزم في الليفر، ده بيحصل له ميتابوليزم في الليفر والكدني، ده بيجيت اكسكريتد في اليورين، ده في اليورين والستول. ده بديه جرعة 10 مللي جرام لمدة 3 أيام، وراهم 5 مللي جرام مينتننس، يفضل أديه وقت النوم. بعمل مونيتورنج للهيبارين بالاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، وبعمل مونيتورنج للبروثرومبين تايم، بعمل مونيتورنج للورفارين بالبروثرومبين تايم. ايه السايد افكتس فيهم؟ هما الاثنين بيحصل بليدنج، حاجه مهمه جدا في الهيبارين، بيحصل هيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا بسبب الانتي بوديز، وبيحصل ممكن يحصل معاها ثرومبوزس او ممكن ما يحصلش معاها ثرومبوزس. طيب بيحصل هنا كمان بيربل تو سيندروم، وبتحصل جي اي تي سيمتومز، وبيكون تيراتوجينيك، عشان كده ما ينفعش اديه للبريجننت وومن. التريتمنت بتاع الاتش اي تي اني اوقف الهيبارين وادي دايركت ثرومبين انهبيتور. ازاي اعمل ريفرزال للافكت بتاع الهيبارين؟ اني اوقف العلاج وادي بروتامين سلفيت، وهنا اوقف العلاج وادي فيتامين كي من 1 ل 5 مللي جرام. عندي نوع من الهيبارين اسمه لو موليكيولار هيبارين، اللي هو الانوكسابارين والنادروبارين. ده برضو بيشتغل زي الهيبارين، لكن بيكون ليه لونجر تي هاف وهاير بايو افيلابيلتي، واحتماليه الاصابه بالاتش اي تي والاوستيوبوروزس بتكون اقل، لكن مشكلته ان هو بيبقى انكمبليتلي نيوترالايزد باي بروتامين، ولو عملت لاب اسي هلاقي انتي اكتيفيتد فاكتور 10 اكتيفيتي. طيب ايه هي استخدامات الهيبارين؟ دي في تي، بالمونري امبوليزم، انستابل انجينا، ودي اي سي. استخدامات الوارفارين: دي في تي، بالمونري امبوليزم، او بريفنشن اوف امبولايزيشن ان بيشنتس وذ اتريال فايبريليشن. ايه الكونترا انديكيشنز؟ ان الشخص يكون عنده اتش اي تي بليدنج، هيباتيك اندرينال ديزيز، وهنا بتكون سيفير هيباتيك ديزيز، يبقى الهيباتيك ديزيز كونترا انديكيشن في الهيبارين وفي الوارفارين. طيب لو كمان في سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس، او ريسنت هيد تروما، او ان الست دي بريجننت، في بريجننسي ما ينفعش اديها ورفرين لانه بيعمل فيتال مال فورميشن. طيب بعد كده هنتكلم عن النوع الثاني من الدراجز اكتنج اون بلود، وهي الثرومبوليتيك او الفايبرينوليتيك. الثرومبوليتكس او الفايبرينوليتكس دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن بلازمينوجين اكتيفيتور، بتروح تعمل اكتيفيشن للبلازمينوجين وتحوله لبلازمين عشان يعمل فايبرين كلوت لايسيس. طيب تمام، عندي منه نوعين، اما اكسترنسك واما انترنسك، اما اكسترنسك واما انترنسك. الاكسترنسك ده بيبقى زي الستريبتوكاينيز، تمام، الستريبتوكاينيز ده اللي هو بيبقى موجود في الستريبتوكوكاي، بيبقى فايبرين نون سبيسيفيك، يعني مش سبيسيفيك للفايبرين ثريدز، لا ده هو بيبدأ يعمل لايسس لأي حاجة بتيجي قدامه.
عشان كده بتكون من اكتر خصوصا ان هو مستخرج من بكتيريا، بتبقى من اكتر السايد افكتس اللي بتحصل معاه اليرجيك رياكشن، تمام، بسبب ان هو مستخرج من بكتيريا وكمان ان هو بيكون فايبرين نون سبيسيفيك. طيب الانترنسيك، الانترنسيك ده بيبقى زي الالتي بليز والريتي بليز والتينكت بليز، وده بيبقى فايبرين سبيسيفيك، يعني ما بيهاجمش حاجه غير الفايبرين، او ما بيعملش لايسس لحاجه غير الفايبرين، تمام، ما بيعملش لايسس لحاجه غير الفايبرين. طيب ايه السايد افكتس؟ ان هو مع الاستخدام الكتير بيحصل بليدنج بسبب ان حصل فايبرينولايسس كتير، فبالتالي سيوله الدم زادت فحصل بليدنج، وطبعا الالرجيك رياكشن، وبتبقى اكتر مع الاستريبتوكاينيز لانه مستخرج من بكتيريا. طيب ايه استخدامات الثرومبوليتك؟ بستخدمه في الاكيوت مايوكارديال انفاركشن، بستخدمه في البلمونري امبوليزم، وبستخدمه في الاكيوت ارتيريال ثرومبوزس. بستخدمه في الاكيوت مايوكارديال انفاركشن والبلمونري امبوليزم والاكيوت ارتيريال ثرومبوزس. ازاي اعمل ريفرزال للثرومبوليتكس لو حصل منها توكسيسيتي؟ بالامينو كاربويك اسيد، بالامينو كاربويك اسيد وبالترانزاميك اسيد، تمام، يبقى بالامينو كاربويك اسيد وبالترانزاميك اسيد، دول اللي بيكونوا الانتيدوتس بتوع الثرومبوليتكس. طيب ايه الكونترا انديكيشنز بتاعت الثرومبوليتكس او الفايبرينوليتكس؟ انهم لو كان في انترنال بليدنج، لو كان الشخص ده عنده نزيف داخلي ما ينفعش اديه ثرومبوليتك، لو كان عنده ستروك ما ينفعش اديه ثرومبوليتك، لان ممكن الستروك دي يكون سببها هيموريدج اصلا. طيب كمان لو كان الشخص ده عنده uncontrolled hypertension، لو ضغطه عالي ما ينفعش اديه ثرومبوليتك، لو كان عنده تروما او عامل اي عمليه جراحيه in the last 2 months في اخر شهرين، تمام، يبقى لو كان حصل له تروما او injury او عمل عمليه جراحيه في اخر شهرين ما ينفعش اديله ثرومبوليتك. يبقى نقول تاني، الثرومبوليتكس او الفايبرينوليتكس او البلازمينوجين اكتيفيتور بتشتغل ازاي؟ بتعمل اكتيفيشن للبلازمينوجين للبلازمين، والبلازمين يمنع تحويل ال قصدي البلازمين ده يعمل ديجراديشن للفايبرين، تمام، للفايبرين ثريدز، وكمان بيعمل لايسس للفايبرين كلوتس، تمام. طيب في منه نوعين، اكسترنسك وانترنسك. الاكسترنسك ده اللي هو بيبقى مستخرج من الستريبتوكوكاي اللي هو الستريبتوكاينيز، وبيبقى فايبرين نون سبيسيفيك. الانترنسيك اتيبليز ريتيبليز تينكتيبليز، وبيبقى فايبرين سبيسيفيك. ايه السايد افكتس؟ بليدنج والرجيك رياكشن، بتحصل اكتر مع الستريبتوكاينيز عشان مستخرج من بكتيريا. بيستخدم في ايه؟ اكيوت مايكارديال انفاركشن، بالمونري امبوليزم، اكيوت ارتيريال ثرومبوزس. ازاي اعمل له ريفرزال لو حصل منه توكسيسيتي؟ امينو كاربويك اسيد وترانزاميك اسيد. ايه الكونترا انديكيشنز؟ لو في انترنال بليدنج، ستروك، uncontrolled hypertension، تروما او سيرجري في اخر شهرين. بعد كده اخر جروب هنتكلم عنه من الدراجز اكتنج اون بلاد، وهو الانتي بليتليت او مضادات الصفائح الدمويه، تمام، مضادات الصفائح الدمويه. طيب عندي كذا نوع من الانتي بليتليت. اول نوع معايا وهو الكوكس انهيبيتور، تمام، الكوكس انهيبيتور او السايكلو اوكسجينيز انهيبيتور. طيب لما بيجي يمسك في لما بيجي يعمل انهيبيشن للكوكس، بيمنع البليتليت ريكروتمنت اند اكتيفيشن، تمام، بيمنع البليتليت ريكروتمنت اند اكتيفيشن. طيب مين اللي بيبقى الريفرسيبل كوكس انهيبيتور؟ ده بيبقى الاسبرين، تمام، الاسبرين بيبقى الريفرسيبل كوكس انهيبيتور. طيب بعد كده بيبقى عندي الاي دي بي ريسبتور انتاجونست، الاي دي بي ريسبتور انتاجونست، لما بيمنع الاي دي بي من انه يرتبط بالمستقبلات بتاعته، بيمنع برضه البليتليت ريكروتمنت اند اكتيفيشن. يبقى الاسبرين والاي دي بي ريسبتور انهيبيتور بيمنعوا البليتليت ريكروتمنت اند اكتيفيشن. طيب تمام، مين هم الاي دي بي ريسبتور انتاجونست؟ التايكلوبيدين، التايكلوبيدين والكلوبيدوجريل والبراسوجريل، ودول بيعملوا انهيبيشن للاجريجيشن، تمام، بيعملوا انهيبيشن للبليتلت اجريجيشن، تمام. يبقى الاي دي بي ريسبتور انتاجونست بيعملوا انهيبيشن للبليتلت اجريجيشن، مين هم؟ التايكلوبيدين، الكلوبايدوجريل والبراسوجريل. طيب عندي بعد كده ثالث نوع من الانتي بليتلتس، وهم الجلايكوبروتين 2A و3B ريسبتور بلوكرز، تمام، الجلايكوبروتين 2A و3B ريسبتور بلوكرز. طيب
المستقبلات دي بتبقى موجودة فين؟ اللي هم الفايبرينوجين ريسبتور والفون فيلبراند فاكتور ريسبتور. يبقى هم يعتبروا فايبرينوجين ريسبتور بلوكرز وفون فيلبراند فاكتور بلوكرز. طيب تمام، لما يعملوا انهبيشن للفون فيلبراند فاكتور يحصل ايه؟ يمنعوا البليتلت ادهيجن اند سكريشن، لان قلنا الفون فيلبراند فاكتور ده بيبقى البريدج او الجسر اللي ما بين البليتلتس وما بين الصاب اندوثيليال ستراكشر. تمام، ولما يعملوا انهبيشن للجلايكوبروتين 2 بي و3A هيمنعوا البليتلت اجريجيشن. تمام، هيمنعوا البليتلت اجريجيشن. طيب زي مين؟ زي الابسكسيماب وزي التايروفيبان. زي الابسكسيماب والتايروفيبان. طيب بعد كده عندي الفوسفوداي استريز انهبيتور. الفوسفوداي استريز انهبيتورز لما يعملوا انهبيشن للفوسفوداي استريز بيحصل ايه؟ بيحصل فازو دايلاتيشن، وكمان بيعملوا انهبيشن للبليتلت اجريجيشن. تمام، بيعملوا انهبيشن للبليتلت اجريجيشن. طيب ايه هي الكلينيكال يوزز بتاعه الانتي بليتلت؟ بستخدمهم في المايوكارديال انفاركشن وبستخدمهم في الستروك. طيب تعال نرجع تاني للفوسفوداي استريز انهبيتور. قلنا انهم بيساعدوا في الفازو دايلاتيشن وبيعملوا انهبيشن للبليتلت اجريجيشن. طيب عندي تو دراجز دول بعتبرهم فوسفوداي استريز انهبيتورز، واحد اسمه الداي بيريدامول والسايلوستازول. الداي بيريدامول، الداي بيريدامول والسايلوستازول. الداي بيريدامول ده بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للادينوزين ابتيك والسايكليك جي ام بي بي دي اي اكتيفيتي. بيعمل انهبيشن للسايكليك جي ام بي فوسفوداي استريز اكتيفيتي. طيب تمام، بستخدمه ايه؟ بستخدمه امتى؟ بستخدمه مع الاسبرين، ما بستخدمهوش لوحده، ما بستخدمش الداي بيريدامول لوحده. تمام، بستخدمه مع الاسبرين عشان امنع حدوث السيريبروفاسكولار اسكيميا. تمام، يبقى الدايبريدامول ده بيعمل انهبيشن للادينوزين ابتيك، وكمان بيعمل انهبيشن للسايكليك جي ام بي فوسفوداي استريز اكتيفيتي. ما بستخدمهوش لوحده، بستخدمه مع الاسبرين عشان امنع السيريبروفاسكولار اسكيميا. وتاني نوع وهو السايلوستازول نيور فوسفوداي استريز انهبيتورز، بيعمل انهبيتور بيعمل بروموشن للفازو دايلاتيشن وبيعمل انهبيشن للبليتلت اجريجيشن. يبقى نقول تاني مين هم الانتي بليتلت. عندي اول حاجه الكوكس انهبيتور ده الاسبرين، وبيبقى الريفرسبل كوكس انهبيتور، بيمنع الاجريجيشن والاكتيفيشن، والاي دي بي ريسبتور انتاجونست زي التايكلوبيدين والكلوبيدوجريل والبروسوجريل، دول بيعملوا انهبيشن للبليتلت اجريجيشن. عندي بعد كده الجلايكوبروتين 2A اند 3B ريسبتور بلوكرز زي الابسكسيماب والتايروفيبان، وعندي بعد كده الفوسفودايستريز انهبيتورز بيعملوا فازو دايلاتيشن وبيعملوا انهبيشن للبليتلت اجريجيشن. في منهم نوعين الدايبيريدامول والسايلوستازول. الدايبيريدامول بيعمل انهبيشن للادينوزين ابتيك اند سي سايكليك جي ام بي فوسفودايستريز اكتيفيتي، ما بستخدمهوش لوحده، بستخدمه مع الاسبرين عشان امنع السيريبروفاسكولار اسكيميا. والسايلوستازول ده نوع جديد نيور فوسفودايستريز انهبيتور، بيعمل بروموشن للفازو دايلاتيشن اند انهبيتس اجريجيشن. طيب تمام، ايه الكلينيكال يوزز بتاعه الانتي بليتلتس؟ هي المايوكارديال انفاركشن والستروك. طيب تعال نحل شويه اسئله على محاضره الفارما. اكسسيف انتي كواجولانت افكت ان بليدنج ديو تو وارفرين كان بي ريفيرد باي، يعني لو حصل بليدنج، حصل اكسسيف انتي كواجولانت افكت او حصل توكسيسيتي من الوارفرين، ازاي اعالجها او ايه الانتيدوت؟ طبعا الادمنستريشن اوف فيتامين كي. الادمنستريشن اوف فيتامين كي، الفيتامين كي هو اللي بيكون الانتيدوت للوارفرين. طيب ازاي اعمل ريفرسال للثرومبوليتيك او الفايبرينوليتيك؟ طبعا قلنا الامينو كاربويك اسيد. الامينو كاربويك اسيد الميتابوليزم بتاع الورفرين بيحصل فين؟ طبعا بيحصل في الليفر وبيحصل في الكدني، والاكسكريشن بيبقى في اليورين والستول. any of them not clinical uses of heparin. الهيبارين قلنا بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في الدي في تي، بيستخدم في الدي اي سي، بيستخدم في الانستيبل انجينا، لكن ما بيستخدمش في الستروك. تمام، ما بستخدمش الهيبارين في الجلطات. which of any which of those choose low molecular weight، يعني مين في دول عبارة عن بيكون الوزن بتاعه قليل ليه low molecular weight؟ طبعا الانوكسابارين والنادروبارين الاثنين دول هم نوعين من اللو مولكيولار ويت هيبارين. which hemoglobin type is dominant during the first trimester of pregnancy؟ ده سؤال متكرر من البايو والفيزيو، طبعا ده بيكون ال HBG.
ازاي اعمل ريفرزال للهيبارين؟ طبعا بعمل ريفرزال بالبروتامين صلفيت، والوارفارين بعمل له ريفرزال بالفيتامين كي، which is taken with aspirin in treatment of cerebral ischemia. طبعا قلنا مين هو الدايبيريدامول، الدايبيريدامول بديه مع الاسبرين عشان امنع السيريبرال اسكيميا. لكن السايلوستازول ده نوع بيستخدم، نوع فوسفو دايستريز انهبيتور، اقدر استخدمه لوحده عادي في علاج المايوكارديال انفاركشن. One of them are side effects of warfarin. ايه هي المخاطر الجانبية أو الأعراض الجانبية بتاعة الوارفارين؟ طبعا إن هو بيعمل تو بيربل سيندروم، بيعمل بليدنج وبيعمل تو بيربل أو بيربل تو سيندروم. تمام، بيربل تو سيندروم. إيه هي وظائف الثرومبوليتيك؟ الثرومبوليتيك بتعمل إيه أو الفايبرينوليتيك بتعمل إيه؟ هل هي بتعمل أنجينا أو بتعمل، هل هي بتعالج الأنجينا أو بتعالج الدي في تي، ولا بتوقف البليدنج؟ لا ده هي بتزود البليدنج. ولا بتعمل ديسولف للكلوت؟ ايوه بتدوب الجلطات، بتعمل ديسولف للكلوت. الديوريشن اوف وارفارين، الوارفارين بيشتغل قد ايه؟ طبعا قلنا بيشتغل من يومين لخمس ايام. نوت از ثرومبوليتيك دراج، مين في دول ثرومبوليتيك؟ طبعا الستريبتوكاينيز، وده اكسترنسيك ثرومبوليتيك بستخرجه من الستريبتوكوكاي. which must heparin bind to in order to exert its anticoagulant effect. مين اللي الهيبارين بيرتبط معاه عشان يشتغل؟ بيرتبط طبعا بالانتيثرومبين 3، وبيعمل اكسيريشن للاكتيفيتي بتاعه عشان يمنع تحويل البروثرومبين لثرومبين. Which of the following drugs accelerate the conversion of plasminogen to plasmin؟ مين اللي بيساهم في تحويل البلازمينوجين لبلازمين؟ طبعا ده الفايبرينوليتكس او الثرومبوليتكس اللي هم البلازمينوجين اكتيفيتورز، اللي من ضمنهم الالتيبليز. طيب الوارفارين ميكانيزم، الوارفارين بيشتغل ازاي؟ طبعا بيعمل انهيبيشن للفيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز انزيم. اللو موليكولار ويت هاز اكتيفيتي مينلي اجينست فاكتور نقط. طبعا قلنا اللو موليكولار ويت هيبارين بيشتغل ضد الاكتيفيتور فاكتور 10، الاكتيفيتد فاكتور 10. هيبارين كان بيتاكد باي اول اوف ذا فولوينج ويز اكسبت. الهيبارين طبعا اقدر اديه انترا فينوس واقدر اديه سب كيوتينيوس، لكن قلنا ما ينفعش اديه انترا ماسكولار عشان بيسبب بينفول هيماتوم. انتي كواجولانتس ار يوز تو نوت، بستخدم الانتي كواجولانتس في ايه؟ بريفنت اكستنشن اوف ان اكزيستنج ثرومبوس، ايوه عشان امنع الثرومبوس ان هي تنتشر لحد اكبر. فورميشن اوف ثرومبوس، لا اكيد انا مش بدي انتي كواجولانتس عشان اكون جلطه. فورميشن اوف نيو ثرومباي، برضه مش عشان اكون جلطات جديده. تريت ايرون ديفيشنسي انيميا، مفيش علاقه بالانيميا. انتي بليتليت دراجز، مين بيشتغل كانتي بليتليت؟ السايكلوكسجينيز 1 انهبيتورز، ايوه ده الاسبرين والاي دي بي ريسبتور انهبيتورز والجلايكوبروتين 2 بي و3 اي انهبيتورز زي الابسيكسيماب. طبعا دي كلها اجابات صحيحه للانتي بليتليت. الانتي كواجوليشن از يوجوالي انشيتد باي نوت اند مينتيند باي نوت. قلنا بما ان الهيبارين بيشتغل على طول، لما بديه بيكون ليه immediate onset، فببدا اديه للمريض على طول، ببدا اديه هيبارين وبديه وارفارين بعد كده، لان الوارفارين بيفضل مده طويله على بال ما يشتغل. واول لما الوارفارين يبدا يشتغل بفضل ماشي عليه ووقف هيبارين. يبقى الانتي كواجوليشن ثيرابي ببداه بهيبارين، وبكمل بوارفارين. The drug inhibits platelet aggregation by binding to integrin receptor اللي هو الجلايكوبروتين 2B و3A. طبعا ده بيكون الابسيكسيماب. الاسبرين ميكانيزم، الاسبرين بيشتغل ازاي؟ الاسبرين بيشتغل عن طريق ان هو بيعمل انهبيشن للبليتلت كوكس او السايكلو اوكسجينيز 1. Which of the following clotting factors is vitamin K dependent؟ مين في الفاكتورز دول بيكون معتمد على الفيتامين K؟ قلنا 10 9 7 2، يبقى الإجابة هي 7. The laboratory guide to effective therapeutic dose of oral anticoagulants. مين الاورال anticoagulants؟ ده اللي هو الوارفارين. طيب ازاي اعمل مونيتورنج للوارفارين ثيرابي؟ طبعا بالبروثرومبين تايم، البارشال ثرومبوبلاستين تايم، ده بعمل بيه مونيتورنج للوارفارين اللي هو البارنترال anticoagulant. Which one of the following is a direct inhibitor of factor of activated factor 10؟
مين بستخدمه دول عشان اعمل دايركت انهبيشن للاكتيفيتد فاكتور 10. مين في دول بيكون دايركت انتي كواجولانت؟ طبعا البيفالوريدين. البيفالوريدين ده بيكون دايركت انتي كواجولانت. طيب which of the following vitamins is necessary for synthesis of prothrombin factors 7 و9 و10 في الليفر؟ طبعا ده بيكون الفيتامين كي، والفاكتورز دي هي الفيتامين كي ديبندنت كواجوليشن فاكتورز. كده نبقى خلصنا الفارما، ندخل على اخر ماده في الهيماتولوجي وهي الباثولوجي. هنتكلم في الباثو عن الليمف نود ديزيز او عن الامراض اللي بتصيب العقد الليمفاوي. هنتكلم عن الرياكتيف هايبر بليزيا وعن الانفلاميشن، وهنتكلم عن الليمفوماز اللي هي هتنقسم لهوجكن ليمفوما ونون هوجكن ليمفوما. طيب هنبدأ في الأول بالرياكتيف هايبر بليزيا. ايه الرياكتيف هايبر بليزيا دي؟ دي حالة بتكون نون انفلاماتوري، يعني مفيش التهاب في الليمف نود، ونون نيوبلاستيك، مفيش حاجة مالجنانت ولا في تيومر في الليمف نود. امال هي ايه؟ بيبقى فيها انلارجمنت، تمام، بيبقى فيها انلارجمنت لللمف نود، يعني هي انلارجمنت في الليمف نود، ولا هي انفلاماتوري ولا هي بنيوبلاستيك، يعني دي فزوره، لا هي بتكون اميون ريسبونس، استجابه مناعيه. بس ايه فرقها عن الانفلاميشن لما هنتكلم دلوقتي؟ الرياكتيف هايبر بليزيا بتبقى دفاع عن الغير، لكن الليمفادينايتس الالتهاب بيبقى دفاع عن النفس. الدفاع عن الغير يعني ايه؟ يعني اني بتبقى في عضو مثلا جنب العقد الليمفاوية اتصاب بالتهاب، فبتقوم الليمف نودز اللي جنبه تقعد ايه، يحصل لها انلارجمنت ويحصل لها الهايبر بليزيا دي، وتزيد العدد بتاع الليمفوسايتس والخلايا المناعية اللي جواها عشان تطلع وتروح تدافع عن العضو اللي جنبها. تمام، يعني مثلا الليفر جنبه هيكون في موجود الاورتيك ليمف نودز، طيب حصل انفلاميشن في الليفر، حصل هيباتيتس، يقوم يحصل رياكتيف هايبر بليزيا في الاورتيك ليمف نودز عشان تطلع تدافع عنه. لكن الليمفادينايتس بيبقى دفاع عن النفس، ان البكتيريا او الفيروس ذات نفسه دخل لجوه الليمف نود، تمام، دخل لجوه الليمف نود، فالليمف نود بتدافع عن نفسها. طيب تمام، يبقى الرياكتيف هايبر بليزيا بيكون استجابة مناعية وبيكون نون بينفول، يعني غير مؤلم. ولما بيحصل ممكن في وان جروب او اكتر من جروب من الليمف نود، تمام، ممكن يحصل في جروب من الليمف نود، ولو كان الانفلاميشن اكبر والاميون ريسبونس اكتر هيحصل في كذا جروب من الليمف نود عشان يقدروا يدافعوا عن العضو اللي فيه الاصابة. طيب الليمف نودز في حالة الرياكتيف هايبر بليزيا بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بتبقى ديفيوزلي انلارجد، تمام، بتبقى ديفيوزلي انلارجد، متضخمه، وبتبقى سوفت، طريه، وديسكريت، يعني الليمف نودز منفصله عن بعض، تمام، الليمف نودز منفصله عن بعض، نوت فيوزد، مش داخلين في بعض، تمام، مفصولين عن بعض بالشكل ده، لكن مش داخلين في بعض كده، ما تعرفش تفرق الليمف نود عن اختها. طيب considered indifferential diagnosis of lymphoma، لاني قبل ما اشخص المريض ده على انه ليمفوما لازم احط في اعتباري حاجه زي الرياكتيف هايبر بليزيا، تمام، لانها ممكن تطلع رياكتيف هايبر بليزيا مش ليمفوما، يبقى considered in the differential diagnosis of lymphoma. طيب الرياكتيف هايبر بليزيا في منها 3 انواع، فوليكولار وباراكورتيكال وساينسال. طيب الفوليكولار دي بيحصل ايه؟ بيحصل فوليكولار بي ليمفوسايت ستيميوليشن، البي ليمفوسايت اللي هي بتبقى في الكورتكس، تمام، بتبقى في الفوليكلز، بتبقى في الليمف نود فوليكلز في الكورتكس بتاع الليمف نود، فبيحصل ستيميوليشن للبي ليمفوسايت، بيحصل ستيميوليشن للبي ليمفوسايت. طيب ممكن الاستيميوليشن ده يبقى ات سايت اوف انفكشن بس، تبقى حاجه لوكالايزد، زي مثلا لما يحصل تونسيلايتس، التهاب في اللوز، بيحصل سيرفايكال هايبربليزيا، تمام، بيحصل سيرفايكال هايبربليزيا، يعني الليمف نودز اللي جنبها.
طيب ممكن يكون سيستميك ديزيز، يبقى حاجة جنرالايزد واخدة الجسم كله، يعني الليمف نودز بتاعت الجسم كله حصل فيها هايبر بليزيا، زي ايه؟ زي الروماتويد ارثرايتس والجورجنز سيندروم. تمام، يبقى الروماتويد ارثرايتس والجورجنز سيندروم. طيب بيحصل ايه في الفوليكولار هايبر بليزيا؟ بيزيد عدد السكندري فوليكلز، بيزيد عدد السكندري فوليكلز، لان بيبقى الانتيجين موجود، فبيبدا يحصل ايه؟ استيميوليشن للبرايمري فوليكلز تتحول لسكندري فوليكلز وتبقى اكتيف. تمام، تبقى اكتيف ويبدا اللون بتاعها يبقى بيل، ويبقى فيها سيتوبلازم اكتر ويوكروماتيك نيوكليار. طيب الفوليكلز بتبقى ليها فاريبل سايز، بتبقى ليها احجام مختلفه جوه الليمف نود، وبيبقى فيه نيوميروس تنجبل بودي ماكروفاجز. الماكروفاجز اللي بتبقى جوه الليمف نود بيبقى اسمها تنجبل بودي ماكروفاجز، دي بيزيد عددها في الرياكتيف هايبر بليزيا، الفوليكولار رياكتيف هايبر بليزيا. الفوليكلز بتبقى سراوندد باي ويل فورمد مانتل زونز اللي هي البريفرال زون. تمام، الفوليكلز بيبقى حواليها مانتل زونز ويل فورمد، يعني اقدر اشوفها واقدر احددها عن غيرها، يعني مش سايحه في بعضها. lymphocytes doesn't break lymph node capsule، يعني الليمفوسايتس ما بتطلعش بره الكبسول بتاعة الليمف نود. تمام، طيب بعد كده عندي النوع الثاني وهو الباراكورتيكال. الباراكورتيكال ده بيبقى فيه ستيميوليشن للتي سيلز اللي موجودة في الباراكورتكس، لان احنا قلنا التي سيلز بتبقى موجودة في الباراكورتيكال زون. طيب بيبقى فيه parafollicular تي سيلز ستيميوليشن. طيب الاستيميوليشن ده بيحصل في حالات زي ايه؟ زي السيستميك لوبس وزي الفيرال ليمفادينوباثي. السيستميك لوبس والفيرال ليمفادينوباثي. طيب الفيرال ليمفادينوباثي بيحصل زي في حالات ايه؟ زي في حالات الانفكشس مونونيوكليوزس اللي بيسببها الابشتاين بار فيروس. طيب ممكن كمان في حالات الدراج انديوزد ليمفادينوباثي، الدراج انديوزد ليمفادينوباثي، يعني في انواع معينه من الدراج زي الالوبيرينول، الالوبيورينول والفينيتوين، دول بيعملوا ليمفادينوباثي. فلما يحصل دراج انديوسد ليمفادينوباثي هيحصل باراكورتيكال رياكتيف هايبر بليزيا. طيب بعد كده عندي الساينس، ان الليمفويد ساينسز او الليمف ساينسز بتبدا يحصل لها اكسبانشن بسبب بيناين هيستيوسايتس. تمام، بيناين هيستيوسايتس وليمفوسايتس بيحصل لها اكسبانشن فتعمل اكسبانشن للليمفويد ساينسز. طيب بيبقى ايه انواع الساينس الرياكتيف هايبر بليزيا؟ حاجات زي الساينس هيستيوسايتوزس وزماثيف ليمفادينوباثي اند لانجر هاند سيل هيستيوسايتوزس. يبقى الساينس هيستيوسايتوزس واللانجر هاند سيل هيستيوسايتوزس. تمام، يبقى الساينس هيستيوسايتوزس، الساينس هيستيوسايتوزس. لما يجيب لك سيره هيستيوسايتس او هيستيوسايتوزس او لانجر هاند سيل هيستيوسايتوزس، على طول دي ساينس رياكتيف هايبر بليزيا. طيب نتكلم تاني بسرعة عن الرياكتيف هايبر بليزيا، هي حالة من الانلارجمنت لللمف نود لكنها نون انفلاماتوري نون نيوبلاستيك، بتبقى اميون ريسبونس، دفاع عن النفس، دفاع عن الغير. تمام، دفاع عن الغير، بتبقى نون بينفول، غير مؤلمة، بتتضمن اما جروب من الليمف نود او اكتر من جروب من الليمف نود لو الاستجابه المناعيه قويه. الليمف نودز بتبقى انلارجد، كبيره في الحجم، وسوفت، طريه وديسكريت، يعني الليمف نودز مفصوله عن بعض. considered in differential diagnosis of lymphoma، يعني قبل ما اشخص المريض ده على انه ليمفوما احط في اعتبار ان هو ممكن يبقى reactive hyperplasia. طيب في منه 3 انواع، follicular ده للبي سيلز، باراكورتيكال ده للتي سيلز، ساينسال ده للهيستيوسايتس. طيب الفوليكولار بيحصل ممكن يبقى لوكالايزد او جنرالايزد. لوكالايزد زي ات سايت اوف انفكشن، زي اما يحصل سيرفايكال هايبر بليزيا في حالات التونسيلايتس، او يكون جنرالايزد في حالات السيستميك ديزيز زي الروماتويد وزي الجورجين سيندروم. طيب هل ان في الفوليكولار رياكتيف هايبر بليزيا بتزيد السكندري فوليكلز وبتزيد التنجبل بودي ماكروفاجز؟ كمان الفوليكلز بتبقى سراوندد باي ويل فورمد مانتل زونز، والليمفوسايتس دازنت بريك ليمف نود كابسول. طيب بعد كده الباراكورتيكال ده بيبقى فيه تي سيلز ستيميوليشن، ممكن يبقى في حالات السيستميك لوبس او في الفيرال ليمفادينوباثي. الفيرال ليمفادينوباثي بيحصل في حالات زي ايه؟ زي الانفكشس مونونيوكليوزس، وكمان ممكن في حالات الدراج انديوسد ليمفادينوباثي زي الالوبيورينول وكمان الفينيتوين.
طيب، وممكن يكون ساينسز، ده بيحصل بسبب ان الليمف ساينسز بيحصل لها اكسبانشن بسبب البيناين هيستيوسايتس والليمفوسايتس، بيبقى في حالات زي الساينس هيستيوسايتوزس واللانجر هاند سيل هيستيوسايتوزس. طيب نتكلم بعد كده عن الليمفادينايتس او التهاب العقد الليمفاوية. عندي منه نوعين، اكيوت ليمفادينايتس او كرونيك ليمفادينايتس. يبقى اكيوت وكرونيك، اكيوت وكرونيك، حاد ومزمن. طيب الاكيوت بقسمه لنوعين، بكتيريال وفيرال. يبقى اكيوت ليمفادينايتس بيحصل يا اما بسبب بكتيريا يا اما بسبب فيروس. طيب البكتيريا بتعمل ايه في الليمف نود؟ بتعمل اكيوت سابيوراتيف تونسيلايتس او بتعمل ابسس خراج. يبقى بتعمل اكيوت سابيوراتيف تونسيلايتس او بتعمل ابسس. تمام، يبقى اكيوت سابيوراتيف تونسيلايتس او ابسس. طيب كمان ممكن تعمل نودال اكيوت انفلاماتوري رياكشن، نودال اكيوت انفلاماتوري رياكشن. كمان لما المكان اللي بيحصل فيه الاكيوت ليمفادينايتس بيبقى ريتش النيوتروفيل، والجسم لما اعمل تحليل دم في حاله التهاب بكتيري او التهاب عقد ليمفاويه بكتيري، هل ان في نيوتروفيليا، زياده في عدد النيوتروفيلز. طيب ايه الكاردينال ساينز اللي بتظهر على الليمف نود ذات نفسها؟ ان هي بتبقى انلارجد، متضخمه، وسوفت ريد اند تندر. طيب وكمان بيحصل تكوين لابسس، ابسس فورميشن اوف ذا ليمف نود، بيطلع خراج من الليمف نود. يبقى بيحصل ايه في البكتيريا الاكيوت ليمفادينايتس؟ ان ممكن يكون في حالات زي الاكيوت سابيوراتيف تونسيلايتس او انه يكون في ابسس، بيحصل نودال اكيوت انفلاماتوري رياكشن، ان بيكون في التهاب او انفلاماتوري رياكشن جوه الليمف نود، وبتبقى ريتش ان نيوتروفيلز، وبتبقى الليمف نود نفسها انلارجد، سوفت، ريد اند تندر، وكمان بيتكون خراج. طيب بعد كده عندي النوع الثاني هو الفيرال، اللي هو حصل اكيوت ليمفادينايتس بسبب فيروس. اكتر حاجه كومن، ذا موست كومن، هو الانفكشوس مونونيوكليوزس. الانفكشوس مونونيوكليوزس ده بيسببه الاي بي في او الابشتاين بار فيروس. طيب الانفكشوس مونونيوكليوزس ده ليه كذا عرض، من ضمن الاعراض بتاعه الفيرال الابشتاين بار فيروس اللي هو الانفكشوس مونونيوكليوزس، ان بيحصل جنراليزد ليمفادينوباثي. يبقى جنراليزد ليمفادينوباثي، وكمان بيحصل سبلينوميجالي، تضخم في الطحال، وبيكون معاه مايلد فيفر، سور ثروت، وباراكورتيكال هايبر بليزيا. لسه قايل لك فوق الباراكورتيكال هايبر بليزيا بتحصل مع الانفكشوس مونو نيوكليوزس، and can be confused with lymphoma. يعني الانفكشوس مونو نيوكليوزس ده بيبقى شبه الليمفوما. تمام، بيبقى شبه الليمفوما، فكان بي مس دايجنوزد از ليمفوما. يعني الشخص يبقى عنده انفكشوس مونونيوكليوزس، ده ليمفادينايتس، بس انت تشخصه على انه ليمفوما. يبقى الانفكشوس مونونيوكليوزس كان بي كونفيوزد ويز ليمفوما، ممكن يحصل له مس دايجنوزس از ليمفوما. طيب بعد كده الكرونيك ليمفادينايتس. الكرونيك ليمفادينايتس فيه منه نوعين، اما نون سبيسيفيك او سبيسيفيك، وده اللي بيبقى جرانيولوماتس، بيبقى فيه جرانيولوما. قلنا ايه الفرق ما بين السبيسيفيك والنون سبيسيفيك؟ ان النون سبيسيفيك ده ممكن كذا نوع من البكتيريا او كذا نوع من الايجنت تسبب نفس الشكل تحت الميكروسكوب، لكن السبيسيفيك لما ابص تحت الميكروسكوب واشوف شكل معين، خلاص انا باجزم 100% ان الديزيز ده هو اللي موجود. تمام، يبقى السبيسيفيك او الجرانيولوميتس بيبقى فيه جرانيولوما سبيسيفيك للديزيز ده، اول ما اشوفها على طول خلاص بتاكد من الدايجنوزس بتاعي، لكن النون سبيسيفيك ممكن بتبقى فيه كذا حاجه مسببه ليه. طيب النون سبيسيفيك زي ايه؟ النون سبيسيفيك بيبقى ايه اللي موجود فيه تحت الميكروسكوب؟ بيبقى موجود كرونيك انفلاماتوري سيلز، بشوف تحت الميكروسكوب كرونيك انفلاماتوري سيلز، حاجات نون سبيسيفيك يعني لديزيز معين، بشوف هيستيوسايتس وبشوف بلازما سيلز. وغالبا الكرونيك ليمفادينايتس بيبقى النون سبيسيفيك كرونيك ليمفادينايتس بيبقى مصاحب للرياكتيف هايبر بليزي. يبقى بلقى كرونيك انفلاماتوري سيلز، هيستيوسايتس، وبلازما سيلز، وغالبا بيبقى مصاحب لرياكتيف هايبر بليزي. طيب السبيسيفيك اللي بيكون جرانيولوما زي ايه؟ زي الساركويدوزس والتوكسوبلازموزس والكرونز ديزيز. يبقى زي الساركويدوزس والتوكسوبلازموزس والكرونز ديزيز، وكمان معاهم التي بي. طبعا انا عارف التي بي، اني اول ما ابص تحت الميكروسكوب بلقى الشكل بتاع الكازيتنج نكروزس، خلاص ما تناقشنيش، ده على طول تي بي، عشان كده هو من الحاجات السبيسيفيك.
طيب هشوف شكله جروسلي ومايكروسكوبيكالي، هشوف شكل الليمف نود جروسلي مش تحت الميكروسكوب، ومايكروسكوبيكالي هشوفها تحت الميكروسكوب. طيب بيفرق شكل الليمف نود من مرحلة ايرلي في الديزيز لمرحلة متأخرة ليت؟ لما اجي ابص جروسلي على شكل الليمف نود كده في مراحل مبكرة من الديزيز، هل ان هي انلارجد تمام متضخمة في الحجم فيرم طرية لكنها نوت ادهرنت منفصلة عن بعض، اقدر اني افرق كل ليمف نود عن التانية، لكن في مراحل متأخرة من الديزيز بيحصل ايه؟ ان الليمف نود بيحصل لها فيوجن، بتبقى فيوزد او ماتد، بيبقوا الليمف نودز لازقين في بعض كده، مقدرش اني افرق ليمف نود عن التاني، وكمان بيظهر عليهم تشيزي لايك يلوش ماتيريال، دي اللي هي الكيزياس نكروزس تمام، يبقى بيظهر عليهم تشيزي لايك يلوش ماتيريال، ماده زي الجبنه، وده اللي بسميه الكيزياس نكروزس. طيب لما اجي ابص على الليمف نود تحت الميكروسكوب في مرحله ايرلي من الديزيز في مراحل مبكره من المرض، هلا ايه؟ هل اسمول بيل جرانيولوماز، هل اسمول بيل جرانيولوماز. الجرانيولوماز دي متكونه من ايه؟ متكونه من ابيثيليويد سيلز، الابيثيليويد سيلز دي حاجه مميزه للايرلي مايكروسكوبيك بيكتشر بتاعه التي بي. هل افيو لانج هاندز جاينت سيلز، وهل الليمفوسايتس، وهل ابسنت اور مينيمال كازيشن، لسه الكازيتنج نكروزس ما حصلش، يا اما مش هلقى كازيشن خالص يا اما هلقى مينيمال كازيشن. طيب في الليت ستيج او في المراحل المتاخره، بل ان الجرانيولوماس بدا يحصل فيها كازيتنج نكروزس، بدات تبقى كازيتنج جرانيولوماس نير توتالي اور توتالي ريبليسد وذ كيزياس نكروزس، النودال تيشو النسيج بتاع الليمف نود بدا ان هو يستبدل كليا بالكيزياس نكروزس تمام، يبقى النسيج بتاع الليمف نود نفسه بدا ان هو يستبدل بالكيزياس ماتيريال دي، يبقى التي بي اما جروسلي او مايكروسكوبيكالي، هشوفه جروسلي في مراحل مبكره، هل ان الليمف نود متضخمه شويه لكنها فيرم ولسه نوت ادهرنت، لسه ما حصلهاش فيوجن مع بعض، في الليت ستيج بداوا انهم يدخلوا في بعض ويحصل ما بينهم فيوجن، وبيبقى عليهم تشيزي لايك ماتيريال كيزياس نكروزس. والمايكروسكوبيك في الايرلي ستيج بيبقى فيه سمول بيل جرانيولوماز لسه فيها ابيثيليويد سيلز وفيو لانج هانز جاينت سيلز وليمفوسايتس، لكن لسه ما بيبقاش فيها ابسنت اور ما بيبقاش لسه فيها كازيشن، بيبقى فيها ابسنت اور مينيمال كازيشن، لكن في الليت ستيج بتتحول لكازيتنج جرانيولوماز، والنودال تيشو بيستبدل تقريبا كليا او بيستبدل جزء كبير منه بالكيزياس ماتيريال. طيب بعد كده ندخل نتكلم عن التيومرز، عندي الليمفوما، عندي الهودجكن ليمفوما والنون هودجكن ليمفوما، هنتكلم على شوية حاجات عامة كده في الليمفوما الأول، اللي هنتكلم عن الليمفوما بشكل عام، إن هي ممكن تبقى نودل تمام، ممكن تبقى نودل يعني تصيب الليمف نود، ممكن تصيب وان جروب من الليمف نودز وبعد كده تبقى تنتشر لليمف نودز تانية، لجروبس تانية من الليمف نودز، كمان ممكن تعمل انفلتريشن للبون مارو والسبلين والليفر والسي ان اس، ممكن تعمل انفلتريشن للبون والبرين والليفر والسبلين، للبون مارو والبرين والليفر والسبلين، ممكن ان هي تبقى اكسترا نودل يعني ليمفوما بره الليمف نود، الليمفوما ما بتحصلش في الليمف نود، لا تحصل اكسترا نودل، ممكن تحصل ليمفوما في التونسلز في النيزوفارينكس في الجي اي تي في السليفري جلاند، دي كلها اماكن ممكن تحصل فيها ليمفوما، يبقى التونسلز والنيزوفارينكس والجي اي تي والسليفري جلاند. طيب الليمفوما بتبقى بينلس انلارجمنت تمام، يعني بيبقى تضخم في الليمف نودز لكنه غير مؤلم تمام، بينلس انلارجمنت اوف ليمف نود. طيب وبيبقى بيتضمن كذا ليمف نود جروبس تمام، بيبقى بينتشر في كذا ليمف نود جروبس تمام، involve multiple ليمف نود جروبس. طيب لما اجي ابص تحت الميكروسكوب، حاجه مشتركه بين كل انواع الليمفوما ان بيبقى فيه loss of normal nodal architecture، يعني ان الشكل بتاع الليمف نود ما بقاش زي الاول، مش قادر اني افرق الفوليكلز عن بعض، او مش قادر اني احدد الشكل الطبيعي بتاع الليمف نود، الشكل اختلف وتغير، ما بقتش شايف فوليكلز طبيعية، ما بقتش شايف
كورتكس وبارا كورتكس، مش قادر افصلهم ولا افرقهم عن بعض. لا، التركيب بتاع الليمف نود اتغير وفقدت شكلها وتركيبها الطبيعي، وبيبقى الفوليكلز مش موجودة، absent follicles or sinuses. يا إما الفوليكلز مش موجودة أو الليمف sinuses مش موجودة أو الاتنين مش موجودين، تمام؟ مش شايف follicles في الليمف نود، يبقى بيبقى فيه absent follicles or sinuses. طيب أبدأ أتكلم أول حاجة عن الهودجكنز ليمفوما. الهودجكنز ليمفوما ليه سميتها هودجكن؟ لأن الخلايا النيوبلاستيك اللي بتبقى موجودة في الليمف نود بتبقى large نيوبلاستيك سيلز، اكتشفها عالم اسمه هودجكن فسميتها هودجكن ليمفوما، وبرضه بسميها ريد ستيرنبرج سيلز، تمام؟ يبقى لارج نيوبلاستيك سيلز اللي هي ريد ستيرنبرج سيلز او ار اس سيلز او الهودجكنز سيلز. طيب الباك جراوند، ايه الخلفيه اللي بشوفها في الهودجكن ليمفوما؟ بلا اني منتشر في الليمف نود رياكتيف انفلاماتوري سيلز. رياكتيف انفلاماتوري سيلز بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن سمول ليمفوسايتس بلازما سيلز ويوزينوفيلز. سمول ليمفوسايتس بلازما سيلز وسمول يوزينوفيلز سمول ليمفوسايتس بلازما سيلز اند يوزينوفيلز. طيب معدل حدوث الهوتشكن ليمفوما بيبقى قد ايه؟ بيبقى 30% من معدلات حدوث الليمفوما بشكل عام. يعني لو انت معرض ان يحصل لك ليمفوما فانت بنسبة 30% الليمفوما دي هتكون هودجكن ليمفوما. طيب وكمان بيكون ليه باي فيزيك انسيدنس، يعني بيصيب الاطفال الصغيرين وبيصيب الناس الكبار، تمام؟ يبقى بيصيب الناس الصغيرين اليونج ادلتس وبيصيب الناس الكبار، يبقى ليه باي فيزيك انسيدنس. طيب هلا ان بيبقى الليمف نود بيحصل فيها انلارجمنت، بتبقى انلارجد ليمف نود، قلنا من الصفات هنا ان هو بيبقى بينلس انلارجمنت. طيب فبتبقى بينلس، تمام؟ بتبقى بينلس. طيب ممكن تبقى في السيرفايكال والسوبرا كلافيكورال ليمف نود زائد او بلس اور ماينس سبلينوميجالي، يعني هي بتيجي تحصل لما يحصل انلارجمنت في الليمف نود بتبقى في السيرفايكال اند سوبرا كلافيكولار ليمف نود، تمام؟ بتحصل في السيرفايكال والسوبرا كلافيكولار ليمف نود، وممكن يحصل معاها او ممكن ما يحصلش سبلينوميجالي، تضخم في الطحال. طيب بتبدا تتصاب اول جروب من الليمف نود، وان جروب اوف ليمف نود، بعد كده تبدا تنتشر للليمف نود الثانيه والثانيه والثانيه، تمام؟ يبقى ليمف نود الليمفوما بتنتقل من ليمف نود للتانية للتالتة للرابعة وهكذا وتفضل تنتشر. طيب يبقى one group of lymph node followed by another. والهوتشكن ليمفوما بتحصل في الأكزيال ليمف نود جروبس، تمام؟ في الأكزيال ليمف نود جروبس. طيب ممكن ان هي تعمل systemic manifestations، يعني تعمل حاجات في الجسم كله، تعمل حاجات generalized او systemic، ودي بيبقى فيها نون سبيسيفيك سيمبتومز، يعني ما اقدرش احدد من السيستميك مانيفيستاشن دي هل هي ليمفوما او لا، تمام؟ يبقى بتديني نون سبيسيفيك سيمبتومز. طيب الجروس بيكتشر بتاعه الليمفوما في الايرلي ستيج، في المراحل المبكره، بتبقى الليمف نود انلارجد فيرم ولسه ديسكريت، لسه ما حصلهاش فيوجن مع بعض، لكن في الليت ستيج بيحصل كبسول انفلتريشن leading to fusion، ان الليمف نود بتدخل تعمل فيوجن مع بعض، بيحصل انفلتريشن للكبسول بتاعهم ويروحوا يعملوا فيوجن مع بعض، يلزقوا في بعض، ما اقدرش افرق الليمف نود عن التانية. طيب السبلين بيحصل فيه ايه؟ السبلين بيحصل فيه انلارجمنت، قلنا ممكن يحصل سبلينوميجالي وبيبقى فيرم وفيه جريش نوديولز. طيب ممكن كمان زي ما قلنا الليمفوما تحصل اكسترا نودال، تحصل اكسترا نودال، لكن ده بيبقى less common، ان الليمفوما تحصل بره الليمف نود او تنتشر بره الليمف نود ده بيبقى less common، وده بيبقى في ستيج 4 من الديزيز، وهنتكلم عن الستيجز لما نتكلم عن الستيجنج قدام. طيب ممكن ينتشر في اماكن زي ايه؟ ممكن ينتشر الليفر والبون مار، ممكن ينتشر الليفر والبون مار. طيب لما اجي اشوف الهودجكن ليمفوما تحت الميكروسكوب هل في بارشال اور كومبليت لوس اوف نورمال نودال اركتكتشر؟ طبعا دي حاجه قلناها من ضمن الاساسيات بتاعه الليمفوما، ان اي ليمفوما هتحصل هيكون فيها لوس اوف نودال اركتكتشر. طيب كمان بيبقى في انفلتريشن بالريد ستيرنبرج سيلز او الهودجكن سيلز،
وبيبقى فيه لارج نمبر اوف رياكتيف انفلاماتوري سيلز، بيبقى فيه لارج نمبر اوف رياكتيف انفلاماتوري نون نيوبلاستيك سيلز، زي ايه؟ زي الليمفوسايتس والبلازما سيلز والايوزينوفيلز والهيستيوسايتس، زي الليمفوسايتس والبلازما سيلز والايوزينوفيلز والهيستيوسايتس. تمام. طيب ايه هي انواع الهودجكن ليمفوما؟ عندي 5 انواع من الهودجكن ليمفوما، او ممكن اقول عليهم نوعين، والنوع التاني بقسمه ل4 انواع، لنون كلاسيكال وكلاسيكال. طيب بقسمهم نون كلاسيكال وكلاسيكال على اساس ايه؟ على حسب وجود الكلاسيكال ار اس سيلز او الكلاسيكال ريد ستيرن بيرك سيلز. طيب ايه هي الكلاسيكال ريد ستيرن بيرك سيلز او الكلاسيكال هودجكن سيلز؟ بتبقى عبارة عن ان الخلية السرطانية دي الهودجكن سيلز دي بيبقى ليها 2 نيوكلياي كده باصين لبعض شبه عينين البومة. تمام، شبه عينين البومة، شبه الاول اي. تمام، ده شكل الكلاسيكال ار اس سيل او الكلاسيكال هودجكن سيل. طيب ممكن ان هي يكون في فاريانس في الاشكال، يعني ما يبقاش ده الشكل اللي موجود في الليمفوما. تمام، ما يبقاش ده الشكل اللي موجود في الليمفوما. عندي 3 اشكال تانية، عندي 3 اشكال تانية من الار اس سيل. اول شكل معايا هو المونونيوكليار، ان ما يبقاش فيها 2 نيوكلياي، لا يبقى فيها نيوكلياس واحده بس. تمام، يبقى فيها نيوكلياس واحده بس، بسميها مونو نيوكليار، مونو نيوكليار. طيب عندي شكل تاني بيبقى اسمه لاكيونار. تمام، لاكيونار بيحصل ايه؟ بيحصل ان هي بتكون بالشكل الطبيعي اللي هي زي ما هو ده، لكن بيبقى فيها سكانتي سايتوبلازم، السايتوبلازم بيبقى قليل، فبلقى ان هي متحوطه بلاكيولا. تمام، بلقى ان النيوكليوس متحوط، التو نيوكليوس دول التو نيوكلياي دول متحوطين بلاكيولا. تمام. طيب وعندي اخر نوع ده اسمه البوب كورن، بتبقى عباره عن ان النيوكليوس رايحه تنقسم، النيوكليوس رايحه تنقسم لتو نيوكلياي، لكنها ما كملتش الانقسام بتاعها، فبقى شكلها شبه حبه الفشار، فعشان كده سميتها بوب كورن سيل. تمام، يبقى الكلاسيكال ريد ستيرن بيرج سيل دي اللي بتبقى موجوده في الكلاسيكال ليمفوما، دي بتبقى موجوده في الكلاسيكال ليمفوما، الكلاسيكال هودجكن ليمفوما. لكن النوع اللي هو نون كلاسيكال بتبقى الكلاسيكال هودجكن سيل دي absent فيه، مش موجود فيه خالص. طيب قلنا ليهم 3 variants، في 3 انواع تاني من ال RS ودول non classical. مين هما؟ المونونيوكليار واللاكيونر والبوب كورن. المونونيوكليار واللاكيونر والبوب كورن. طيب عندي اول نوع اللي هو النون كلاسيكال، ده بيتضمن نوع واحد اللي هو النوديولار ليمفوسايت بريدومينانت. طيب عايزين نعرف حاجة قبل ما نكمل عن البروجنوزس، اللي هو اني اتوقع مستقبل عامل ازاي للديزيز. فاكرين كنا بنحدد ازاي الديزيز ده وحش ولا حلو؟ على اساس تشابهه مع النورمال، يعني كل ما كان شبه النورمال يبقى ده احسن، وكل ما بقى شكله اوحش من النورمال او مختلف جدا عن النورمال يبقى كده ده بور بروجنوزس، البروجنوزس بتاعه وحش. طيب في الطبيعي الليمف نود كان بيبقى فيها ليمفوسايت وما بيبقاش فيها هوتشكين سيلز اللي هي المالجنانت سيلز، فكل لما تزيد الليمفوسايتس وتقل الهوتشكين سيلز يبقى كده هيديني بروجنوزس احسن، وكل لما تزيد الهوتشكين سيلز وتقل الليمفوسايتس هيديني بروجنوزس اوحش. طيب نبدأ بأول حاجة النوديولار ليمفوسايت بريدومينانت او النوديولار ليمفوسيتك بريدومينانت، ده بيبقى نسبته 5% من معدلات حدوث الهوتشكين ليمفوما بشكل عام. تمام، يبقى 5% من الهوتشكن ليمفوما، وده بيكون ليه ذا بيست بروجنوزس، يعني الشخص اللي بيتصاب بنوديولار ليمفوسيتك بريدومينانت هوتشكن ليمفوما بتبقى احتماليات الشفاء منه عاليه. طبعا كالعاده لوس اوف نورمال نودال اركتكتشر دي خلاص حاجه ثبتها في كل الليمفوما سواء هوتشكن او نون هوتشكن، بيبقى فيه نوديولار ابيرنس، بيبقى التيومر عايزه ان هي تكون شكل شبه شكل الفوليكلز او شبه شكل النوديولز، يعني بتحاول تحاكي الطبيعي.
تمام، بتحاول تبقى زي الطبيعي، ما بتخربش الليمف نود خالص. طيب قلنا ان احنا سميناها نون كلاسيكال، فما فيهاش كلاسيكال ار اس سيلز، ما فيهاش الكلاسيكال هودجكن سيلز، لكن فيها النوع اللي هو البوب كورن، بيبان فيها البوب كورن هودجكن سيلز. تمام، بيبان فيها البوب كورن هودجكن سيلز، يبقى نسبتها 5% ليها ذا بيست بروجنوزس. ليه؟ لان الليمفوسايت بتكون فيها عاليه، ليمفوسيتك بريدوميننت. تمام، وكمان بيبقى فيها نوديولر ابيرنس، بتحاول ان هي ترجع شكل النوديولز او الفوليكلز الطبيعي بتاع الليمف نودز، وبيبقى موجود فيها بوب كورن هودجكن سيلز، وما بيبقاش فيها كلاسيكال هودجكن سيلز، عشان كده سميتها نون كلاسيكال. طيب النوع الثاني اللي هو الكلاسيكال هودجكن ليمفوما، ده بيكون ليه 4 انواع: ليمفوسيتك ريتش او ليمفوسايت ريتش، نوديولار سكليروزنج، ميكسد سيلولاريتي، وليمفوسايت ديبليشن. طيب اول نوع اللي هو الليمفوسايت ريتش، ده بيبقى شبه شويه النوديولار ليمفوسيتك بريدوميننت، بيبقى الليمفوسايت كتيره فيه، برضه بيبقى غني بالليمفوسايت، نسبته 5% من معدل حدوث الليمفوما زي النوديولار ليمفوسيتك بريدوميننت، ما بيبقاش ليه ذا بيست بروجنوزس، لكن بيبقى ليه جود بروجنوزس، احتمالات الشفاء بتبقى عاليه منه. برضه بيبقى فيه لوس اوف نورمال اركتكتشر طبيعي، كمان بتنتشر فيه الرياكتيف سيلز اللي هم الليمفوسايتس وايزينوفيلز وبلازما سيلز وهيستيوسايتس، ليمفوسايتس ايزينوفيلز بلازما سيلز وهيستيوسايتس، لكن فيو ايزينوفيلز بلازما سيلز اند هيستيوسايتس. بيبقى فيه مونو نيوكليار ار اس سيلز، بيبقى فيه مونو نيوكليار ار اس سيلز، والكلاسيك ار اس سيلز بتبقى رير، تمام، بتبقى قليله خالص، فعشان كده كلاسيكال لان هي فيها ار اس هي، لكن النوديولار ليمفوسيتك بريدومينانت ما كانش فيها ار اس خالص، هنا في ار اس قليله، فعشان كده سميت هنا في ار اس، فعشان كده سميتها كلاسيكال، والار اس قليله خالص فعشان كده ليها جود بروجنوزس، وكمان الليمفوسايتس كتيره فعشان كده ليها جود بروجنوزس. طيب بعد كده النوديولار سكليروزنج، ده اللي بيبقى اكثر انتشارا من انواع الهوتشكين ليمفوما، بيحصل بنسبه 65% من الهوتشكين ليمفوما، بيبقى ليه برضه جود بروجنوزس، بيبقى فيه لوس اوف نورمال اركتكتشر، النودال تيشو بيبقى ديفايدد باي ثيك كولاجين باندز، تمام، بيبقى فيه اشرطه من الكولاجين كده سميكه، اشرطه سميكه من الكولاجين، ثيك كولاجين باندز، بتبدا ان هي تقسم في الليمف نود، تمام، تبدا ان هي تقسم في الليمف نود، وبتنتشر نيوميروس رياكتيف سيلز، ليمفوسايتس، ايزينوفيلز، بلازما سيلز، اند هيستيوسايتس. خد بالك من الفرق بين الليمفوسايت ريتش والنوديولار سكليروزنج، كان هنا بيبقى فيه فيو ايزينوفيلز، بلازما سيلز، هيستيوسايتس، لكن هنا نيوميروس رياكتيف سيلز، نيوميروس ايزينوفيلز وبلازما سيلز وهيستيوسايتس. طيب ايه نوع الار اس اللي بيبقى موجود في النوديولار سكليروزنج؟ اللاكيونار ار اس، اللاكيونار ار اس، والكلاسيك ار اس بتبقى زي الليمفوسايت بتبقى رير، يبقى الكلاسيك ار اس موجوده عشان كده سميتها كلاسيكال، قليله عشان كده ليها جود بروجنوزس، وبيكون عندي اللاكيونار ار اس سيلز. طيب بعد كده الميكسد سيلولاريتي، الميكسد سيلولاريتي ده بيحصل بنسبه 20 ل 25%، وده بيبقى ليه بور بروجنوزس، بتبقى احتمالات الشفاء منه منخفضه، بيحصل فيه لوس اوف نورمال اركتكتشر، بيبقى فيه لارج نمبر اوف رياكتيف سيلز، بيبقى فيه لارج نمبر اوف رياكتيف سيلز، بيبقى ميكس ما بين الليمفوسايتس والايزينوفيلز والبلازما سيلز والهيستيوسايتس، تمام، بيبقى ميكستشر اوف ليمفوسايتس اند نيوميروس ايزينوفيلز بلازما سيلز اند هيستيوسايتس، الليمفوسايتس بتقل، تمام، الليمفوسايتس بتقل. يبقى خد بالك معايا في حاجه، الليمفوسايت ريتش بيبقى فيه ليمفوسايتس كتيره، بيبقى فيه ليمفوسايتس كتيره ويوزينوفيلز وبلازما سيلز وهيستيوسايتس قليله، النوديولار سكليروزنج بيبقى فيه ليمفوسايتس ويوزينوفيلز وبلازما سيلز وهيستيوسايتس كتار، الميكسد سيلولاريتي بيبقى فيه ليمفوسايتس قليله ويوزينوفيلز وبلازما سيلز وهيستيوسايتس كتار، تمام، يبقى كل ما بتحرك من الليمفوسايت ريتش لحد الميكسد سيلولاريتي، البلازما سيلز والايزينوفيلز والهيستيوسايتس بتزيد والليمفوسايتس بتقل، بتبدا هنا الليمفوسايتس اكتر، هنا تساوي، هنا الايزينوفيلز والبلازما سيلز والهيستيوسايتس اكتر. طيب
المشكلة في ايه؟ numerous classic and mononuclear RS cells. بتبقى الكلاسيكال RS cells عددها كبير، وكمان بيبقى معاها mononuclear RS cells. تمام؟ يبقى المشكلة هنا ان ال RS cells عددها كبير والليمفوسايتس عددها قليل، يبقى كده ليها poor prognosis. تمام؟ وبيبقى فيها mononuclear RS cells. بعد كده اخر نوع وهو الليمفوسايت depletion. تمام؟ ليمفوسايت depletion ده بيحصل بنسبة 1 لـ5%، وده ليه the worst prognosis، احتمالات الشفاء منه ضعيفة جدا جدا. بيبقى فيه loss of normal architecture، وبيبقى فيه few reactive cells وfew lymphocytes، الليمفوسايتس بتبقى قليلة جدا تكاد تكون مش موجودة. وبيبقى فيه large number of classic and mononuclear RS، وكمان بيبقوا شغالين ينقسموا وبيعملوا frequent mitosis. تمام؟ يبقى large number of classic mononuclear and mononuclear RS cells with frequent mitosis. تمام؟ يبقى النودولار lymphocyte predominant بيبقى ليها the best prognosis، popcorn cell ما فيهاش classic RS، الليمفوسايت ريتش 5% good prognosis، فيها mononuclear RS والكلاسيك ار اس رير. تمام؟ بيبقى فيها ليمفوسايتس كتير وفيو ايزينوفيلز وبلازما سيلز وهيستيوسايتس. النودولار سكيروزك 65% جود بروجنوزس، بتبقى ديفايدد باي ثيك كولاجين باندز، بيبقى فيها الليمفوسايتس والرياكتيف سيلز عددهم كتير. تمام؟ الليمفوسايتس والرياكتيف سيلز بشكل عام عددهم كبير. وبيبقى فيها لاكيونار ار اس، لاكيونار ار اس والكلاسيك ار اس رير، الميكس سيلولاريتي 20 ل 25%، بور. ليه بور؟ عشان فيها عدد كبير من الكلاسيك ار اس والمونونيوكليار ار اس، بيبقى فيها الليمفوسايتس قليله وبيبقى فيها اليوزينوفيلز والبلازما سيلز والهيستيوسايتس كتيره. الليمفوسايتس ديبليشن 1 ل 5%، ورست بروجنوزس. ليه؟ لان بيبقى فيها فيو رياكتيف سيلز وفيو ليمفوسايتس. تمام؟ وبيبقى فيها large number of classic and mononuclear RS cells with frequent mitosis. النودولار lymphocytic predominant بيبقى فيها popcorn، lymphocytic rich والmixed cellularity بيبقى فيهم mononuclear، وكمان lymphocytic depletion بيبقى فيها mononuclear، والنودولار sclerosing هي الوحيدة اللي بيكون فيها lacunar RS cells. يبقى النودولار sclerosing هي الوحيدة اللي فيها lacunar، والنوديولار ليمفوسيتيك بريدومينانت هي الوحيده اللي فيها بوب كورن، والباقي بيكون فيه مونونيوكليار ار اس سيلز. طيب كده يبقى خلصنا الهوتشكن ليمفوما، ندخل على النون هوتشكن ليمفوما. طيب النون هوتشكن ليمفوما بيبقى ليها تو كلاسيفيكيشنز، بقسمها تقسيمتين. اول واحد بسميه كلاسيفيكيشن اكوردنج تو وركينج فورموليشن، والتاني بسميه الريل كلاسيفيكيشن او الهو كلاسيفيكيشن. الريل كلاسيفيكيشن ده بقسم النون هوتشكن لينفوما على حسب هل هي حصلت في البي سيلز ولا حصلت في التي سيلز. تمام؟ يبقى ده الريل كلاسيفيكيشن. لكن الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو وركينج فورميوليشن ده بقسم الليمفوما جريدز. تمام؟ بقسم الليمفوماز لجريدز. طيب بقسمهم للو جريد وانترميديت جريد وهاي جريد. اللو جريد بيبقى فيها ايه؟ سمول ليمفوسيتك سيلز. تمام؟ سمول ليمفوسيتك سيلز صغيره. كل ما السيلز بتكبر، تمام، كل ما السيلز بتكبر بتبقى لارج، الموضوع بيبقى اسوأ. لما بتبقى ديفيوز بدل فوليكيولر بيبقى الموضوع اسوأ. طيب ده يبقى كده الفوليكيولر. تمام؟ الفوليكيولر ده كويس، والسمول كويس. طيب اللارج وحش والديفيوز وحش. طيب تمام، يبقى كل ما بنتقل من هنا لهنا الموضوع بيبقى أسوأ. طيب يبقى السمول ليمفوسيتك دي كويسة، لو جريد، لو جريد. الفوليكيولار سمول سيل دي برضو لو جريد، دي فوليكيولار وسمول. تمام؟ يعني كويسه لو جريد. فوليكيولار ميكسد، فوليكيولار ميكسد يعني فوليكيولار وفيها سمول وفيها لارج، فوليكيولار وفيها سمول وفيها لارج، بس فوليكيولار وسمول يغلبوا اللارج. تمام؟
فوليكيولار وسمول يغلبوا اللارج ويخلوها لو جريد، ما تدخلش في الانترميديت جريد. طيب بعد كده ادخل على الانترميديت جريد، الجريد الاعلى بيبقى فيها ايه؟ الفوليكيولار لارج سيل، الفوليكيولار لارج سيل. اللارج بتغلب الفوليكيولار، اللارج بتغلب الفوليكيولار وتخليها انترميديت جريد. لكن في الفوليكيولار ميكسد كانت الفوليكيولار مساعدها ايه؟ مساعدها السمول. طيب الانترميديت جريد كمان عندي ايه؟ عندي ديفيوز ولارج، عندي ديفيوز ولارج سيل. طيب بعد كده عندي ديفيوز ميكسد، الديفيوز ميكسد ده فيه ايه؟ فيه ديفيوز ولارج وسمول سيل. اللارج والديفيوز يغلبوا السمول سيل، تمام؟ اللارج والديفيوز يغلبوا السمول سيلز ويخلوها انترميديت جريد. بعد كده الهاي جريد اعلى مرحله من النون هوتشكن ليمفوما، الاميونو بلاستيك والليمفو بلاستيك والبيركتس ليمفوما، تمام؟ يبقى الهاي جريد البلاستيكس، تمام؟ البلاستيكس، الاميونو بلاستيك والليمفو بلاستيك، واخر حاجه البيركتس ليمفوما اللي هي بتكون نوع من انواع البي سيل ليمفوما. يبقى الهاي جريد اميونو بلاستيك، ليمفو بلاستيك، بيركتس ليمفوما. اللو جريد والانترميديت جريد قلنا سمول ليمفوسيتك، سمول دي غلبانه لو جريد، فوليكيولار وسمول لو جريد، فوليكيولار ميكسد فيها فوليك فيها فوليكلز فوليكيولار وسمول ولارج. الحاجات الكويسه اكتر من الحاجات الوحشه فتخليها لو جريد. الانترميديت جريد فوليكيولار لارج، اللارج بتكون اقوى من الفوليكيولار لوحدها فتخليها انترميديت جريد. طيب انترميديت جريد ديفيوز ولارج الاثنين وحشين، يبقى كده انترميديت جريد ديفيوز ميكسد، ديفيوز وفيها لارج سيلز وسمول سيلز، بس الديفيوز واللارج مع بعض يغلبوا السمول، بيبقوا اكتر من الحاجات الوحشه اكتر من الحاجات الكويسه. بعد كده الهاي جريد الاميونو بلاستيك والليمفو بلاستيك والبيركتس ليمفو. طيب بعد كده على حسب الريل كلاسيفيكيشن او الهو كلاسيفيكيشن قلنا قسمناهم لتي سيل ليمفوما وبي سيل ليمفوما، تي سيل ليمفوما وبي سيل ليمفوما. طيب هنتكلم عن التي سيل ليمفوما، هنقول اول حاجه الانابلاستيك لارج تي سيل ليمفوما، دي لما بتحصل في الليمف نود، لما بتحصل التي سيل ليمفوما في الليمف نود بتديني حاجه اسمها انابلاستيك لارج تي سيل ليمفوما، انابلاستيك لارج تي سيل ليمفوما. دي بتحصل في الميدل ايج، بتحصل في الميدل ايج، بتعمل جنرالايزد ليمفادينوباثي، بتعمل جنرالايزد ليمفادينوباثي، بتكون اجريسيف، تمام؟ بتكون اجريسيف قويه وعنيفه، وبيحصل فيها لوس اوف نودال اركتكتشر. طبعا ده بيكون في الليمفوماز كلها، بتبقى التي سيل ليمفوما اللي هي الانابلاستيك لارج تي سيل ليمفوما بيبقى فيها اتيبيكال ليمفويد سيلز، اتيبيكال، خلي دي تيبيكال، اتيبيكال ليمفويد سيلز يعني مختلفة عن الشكل الطبيعي. بتبقى شكلها ازاي؟ بتبقى لارج سيلز، خلايا كبيرة وعليها مستقبل سي دي 30 سي دي 30 بوزيتيف، وليها اباندنت سيتوبلازم اند لارج لوبيوليتد نيوكلياي. بتبقى النيوكلياي بتاعتها، النيوكلياس بتاعتها كبيره ومتقسمه للوبيولز. يبقى بيكون في الانابلاستيك لارج تي سيل ليمفوما اتيبيكال ليمفويد سيل، شكلها مختلف عن الطبيعي، بتبقى لارج وعليها مستقبلات سي دي 30 وذ اباندنت سيتوبلازم اند لارج لوبيوليتد نيوكلياي، والليمفوما نفسها بتحصل في الميدل ايج وبتعمل لي جنرالايز ليمفادينوباثي وبتكون اجريسيف وفيها لوس اوف نورمال نودال اركتكتشر. طيب الكلام ده لو حصلت في الليمف نود، ممكن تحصل اكسترا نودال، ممكن تحصل اكسترا نودال، تعمل لي حالتين، واحده اسمها مايكوزس فانجويدز، مايكوزس فانجويدز او سيزري سيندروم، مايكوزس فانجويدز او سيزري سيندروم. دي حاجات بتحصل في السكن والسب كيوتينيوس تيشو، دي ليمفوماز بتصيب السكن والسب كيوتينيوس تيشو. طيب نتكلم بعد كده عن البي سيل ليمفوما. البي سيل ليمفوما في منها أربع أنواع، تمام؟ في منها أربع أنواع. النوع الأول معايا وهو السمول ليمفوسيتك ليمفوما أو الكرونيك ليمفوسيتك لوكيميا، الاسمين صح، سمول ليمفوسيتك ليمفوما أو كرونيك ليمفوسيتك لوكيميا، سمول ليمفوسيتك ليمفوما أو كرونيك ليمفوسيتك لوكيميا. بتحصل في الأولد إيج،
تحصل في السن الكبير، بتعمل جنرالايزد ليمفادينوباثي، بتعمل جنرالايزد ليمفادينوباثي، بتعمل هيباتوسبلينوميجالي، تضخم في الطحال وتضخم في الكبد، كعادة الليمفوماز فيها لوس اوف نودال اركتكتشر. الليمفوسايتس اللي فيها، الليمفوسايتس اللي فيها بتبقى سمول وليها شكل موحد يونيفورم شيب، وبيكون فيها سكانتي سايتوبلازم وهايبر كروماتيك نيوكلياي، وبتنقسم بشكل قليل، بيبقى فيها رير مايتوزس. تمام، بيبقى فيها رير مايتوزس، يبقى بتحصل في الاولد ايج، بتعمل جنرالايزد ليمفادينوباثي، هيباتوسبلينوميجالي، فيها لوس اوف نودال اركتكتشر. الليمفوسايتس اللي فيها بتبقى ايه مواصفاتها؟ سمول، اللي عشان كده سميتها سمول ليمفوسيتك ليمفوما، يونيفورم شيب، ليهم شكل موحد، سكانتي سايتوبلازم، هايبر كروماتيك نيوكلياي، اند رير مايتوزس. طيب بعد كده هنتكلم عن الفوليكيولار ليمفوما. الفوليكيولار ليمفوما دي برضو بتحصل في الاولد ايج، بتعمل جنرالايزد ليمفادينوباثي، بتعمل سبلينوميجالي، فيها لوس اوف نودال اركتكتشر. التيومر سيلز بتبقى عايزه انها تكون نوديولز، ان احنا قلنا في الفوليكيولار سيلز، او اللي هو الفوليكيولار ليمفوما دي بتبقى ايه، حاجه لو جريد، لان السيلز بتبقى عايزه ترجع للطبيعي، بتبقى عايزه تكون فوليكلز زي الاول. يبقى تيومر سيلز تن تو فورم نوديولز، اللي هي السكندري ليمفويد فوليكلز. تمام، يبقى تيومر سيلز تن تو فورم نوديولز او سكندري ليمفويد فوليكلز. لما عددهم بيزيد بيحصل كراودنج اند كومبريشن اوف انترفوليكيولار تيشو، بتبدأ الفوليكلز دي ان هي تزيد وتضغط على الانترفوليكولار تيشو، اللي هو التيشو اللي ما بين الفوليكلز. بيبقى فيه ابسنت مانتل زونز، المانتل زون ما بتبقاش واضحة حوالين الفوليكلز، اللي هي البريفرال زون، وكمان التنجبل بودي ماكروفيجز ما بتبقاش موجودة، بيبقى فيه ابسنت تنجبل بودي ماكروفيجز، وكمان بيبقى فيه مونوكلونال ليمفوسايتس. مونوكلونال ليمفوسايتس يعني ليمفوسايتس من شكل واحد، تمام، ليها شكل واحد او ليها نوع واحد. ده معناه ايه؟ ده معناه ان نوع واحد حصل فيه تيومر، حصل فيه مالجنسي وشغال ينقسم كتير. تمام، نوع واحد حصل فيه مالجنسي وشغال ينقسم كتير، على عكس الفوليكولار هايبر بليزيا كانت بتبقى بوليكلونال، بتبقى بوليكلونال فيها انواع كتيره من الليمفوسايتس، فيها انواع كتيره من الليمفوسايتس. لكن المونوكلونال معناها ان ليمفوسايت معينة حصل فيها مالجنانسي وبدأت إن هي تتضاعف وتزيد بشكل كبير لوحدها. طيب وبعد كده هتلاقي عندك في مقارنة في الكتاب ما بين الفوليكيولار هايبر بليزيا والفوليكيولار ليمفوما، عدي عليها بسرعة. بيقول لك إن الفوليكيولار هايبر بليزيا بيبقى فيها لوزلي باكت فوليكل، التانية فيها تايتلي باكت فوليكلز، دي بوليمورفيك فوليكلز، دي مونومورفيك فوليكلز، قلنا عشان بتبقى خلية واحدة وبتنقسم كتير. prominent mantle zone في follicular hyperplasia، هنا قلنا absent mantle zone، هناك كان في tangible body macrophages، هنا مفيش tangible body macrophages، هناك مفيش capsular invasion، قلنا ال lymphocytes doesn't break the capsule، لكن هنا بيبقى في extension للperinodal tissue. هناك كان بتبقى السينسز كويسة، لكن هنا بيحصل compression للسينسز وcompression للinternodular follicles. هناك كان بيبقى فيه prominent germinal center، هنا ما بقدرش ان اشوف الجيرمينال سنتر كويس. هناك كان فيه high mitotic rate، هنا lower mitotic rate. هناك زي ما قلنا polyclonal، هنا monoclonal. هناك ما كانش بيبقى فيه reactivity مع ال BCL2، ما بيبقاش فيه reactivity مع ال BCL2، لكن الفوليكيولار ليمفوما 85% من الحالات بتعمل reaction مع positive reaction مع ال BCL2. طيب بعد كده نتكلم عن البيركتس ليمفوما. البيركتس ليمفوما ده نوع بيكون اكسترا نودال من البي سيل ليمفوما، بيكون نوع اكسترا نودال، بيحصل بره الليمف نود، بيكون اجريسيف عنيف، وزي ما قلنا البيركتس ليمفوما بتكون من الهاي جريد ليمفوماز، بتبقى الخلايا فيه سمول اند نون كليفد. ايه الانواع بتاعت البيركتس ليمفوما؟ عندي انديميك، سبوراديك، و اتش اي في اسوشيتد او ايدز اسوشيتد. الانديميك ده بيحصل فين؟ اللي هو بيبقى متوطن، بيحصل في افريقيا تحديدا، بيبقى منتشر في افريقيا. النوع الانديميك من البيركتس ليمفوما بينتشر بشكل كبير في الاطفال، والابشتاين بار فيروس بيلعب دور مهم جدا في الباثوجينيسيس بتاع
بتاع البركز ليمفوما. حتى في المايكروبيولوجي قلنا الابشتاين بار فيروس بيبقى ليه دور مهم جدا في ان يحصل بيركتس ليمفوما، يبقى الابشتاين بار فيروس بلايز امبورتنت رول. طيب، وفي النوع السبوراديك، ده اللي هو ما بيكونش متركز في منطقه واحده، ده بيكون ثرو اوت ذا وورلد، بينتشر في كذا مكان من العالم. والاتش اي في اسوشيتد، اللي هو بيجي للناس اللي عندها اتش اي في، بيجي للناس اللي عندها اتش اي في، اللي هو بيجي في الناس اللي عندها اتش اي في. طيب، ايه الباثوجينيسيس بتاع البيركتس ليمفوما؟ بتحصل ايه في البيركتس ليمفوما؟ ان بتحصل الليمفوما او الورم ده في الجوز، في الفكين او في الابدومين، بتعمل ابدومينال ماسز. الليمفوسايتس بتكون ليها سكانتي سايتوبلازم راوندد ديبلي ستيند نيوكلياي وذ فيري هاي مايتوزس، بتبقى بتنقسم بشكل كبير جدا، عشان كده بتكون هاي جريد. نومرس سكاترد ماكروفيجز، بيبقى فيه ماكروفيجز كتيرة كتيرة ومتفرقة عن بعضها، فبتديني ستاري سكاي ابيرنس، كأنه شكل سما والسما دي مليانة نجوم. تمام، يبقى كأنها شكل سما والسما دي مليانة نجوم، ستاري سكاي ابيرنس. يبقى بتحصل في الجوز والابدومينال ماسز. الليمفوسايتس بتبقى شكلها ايه؟ ليها سكانتي سيتوبلازم راوند ديبلي ستيند نيوكلياي وذ فيري هاي مايتوزس، وبيبقى فيه نومرس سكاترد ماكروفيجز بتدي المنظر شكل الستار سكاي ابيرنس، او ان شكل سماء مليانه بالنجوم. طيب، بعد كده النوع الثاني من الحاجات الاكسترا نودال، اللي هو الاكسترا نودال مالت ليمفوما او الاكسترا نودال ميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو ليمفوما. ده بيبقى نوع لو جريد. تمام، بيبقى نوع لو جريد، بيحصل في الميكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو، بيحصل في الميكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو اللي قلنا بيبقى موجود ممكن في الجاستريك ميوكوزا او في الريسبيراتوري سيستم ميوكوزا. بيبقى ليه اكسلنت بروجنوزس لانه لو جريد، بتبقى احتمالات الشفاء منه عاليه جدا. ممكن يحصل في الجاستريك ميوكوزا وبيبقى مصاحب اكتر للاتش بايلوري، يعني الاتش بايلوري هي اللي لما بتيجي بتبقى حاجه بري كانسرس وبتساهم اكتر في حدوث المالت ليمفوما. ممكن كمان تحصل في السليفري واللاكريمال جلاندز، الغدد الدمعيه والغدد اللعابيه. diffuse infiltration by atypical lymphocytes، بتبقى فيه atypical lymphocytes شكلها مختلف عن الطبيعي، بيبقى شكلها ايه؟ بتبقى small صغيرة وشكلها موحد uniform shape، وبما انها شكلها بيتغير وبتبقى atypical، فبتبدأ ان هي تتجنن وتهاجم الميوكوزال glands فتعمل lymphoepithelial lesions. يبقى بيحصل malignancy في الليمفوسايتس، والليمفوسايتس دي تبدأ تهاجم الميوكوزال glands اللي هي موجودة فيها فتعمل lymphoepithelial lesions، تعمل lymphoepithelial lesions. تمام، يبقى دي كانت البي سيل ليمفوما. قلنا عندي السمول ليمفوسيتيك ليمفوما او الكرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا، جنرالايز ليمفانيرومتي اولد ايج هيباتوسبليروميجالي، الليمفوسايت سمول يونيفورم شيب، سكانت سيتوبلازم، هايبر كروماتيك نيوكلياي، رير مايتوزس، فوليكيولار ليمفوما نفس القصه، جنرالايز ليمفانيرومتي سبليروميجالي، بتحاول انها تعمل نوديولز، تحاول ان هي تعمل سكندري ليمفويد فوليكلز، ما بيبقاش فيها مانتل زون ولا تنجبل بودي ماكروفيجز، بتبقى مونوكلونال. البركتس ليمفوما بتبقى اجريسيف سمول ونون كليرد، في منها ثلاث انواع انديميك سبوراديك اتش اي في اسوشيتد، بتحصل فين؟ في الجوز والابدومينال ماسز. اهم حاجه ان هي بتديني شكل الستاري سكاي ابيرنس. الاكسترا نودال مالت ليمفوما دي بتبقى لو جريد، ليها اكسلنت بروجنوزس، بتبقى غالبا مصاحبه للاتش بايلوري في الجاستريك ميوكوزا. بتحصل ممكن كمان في السليفري جلانس واللاكريمال جلانس، بيكون في اتيبيكال ليمفوسايتس بتبدا ان هي تهاجم الميوكوزا الجلانس فيحصل ليمفو ايبيثيليال ليجنز. وفي الاخر برضو في مقارنه في الكتاب، ابقى عدي عليها بسرعه، ما بين الهوتشكن ليمفوما والنون هوتشكن ليمفوما. ان الهوتشكن ليمفوما بتحصل بنسبة 30%، والنون هوتشكن ليمفوما بتبقى هي الباقي، هي بنسبة 70%. بتحصل في انهي سن؟ الهوتشكن قلنا ليها باي فيزيك انسيدنس، النون هوتشكن كل ما السن بيزيد كل ما الاحتمالية بتزيد. النيوبلاستيك سيلز في الهوتشكن ليمفوما بتبقى الار اس سيلز، لكن في النون هوتشكن بتبقى البي او التي سيلز. هناك كانت بتبقى في numerous reactive cells، هنا rare أو no reactive cells. البروجريشن إن الهوتشكن في الغالب بتبقى localized، لكن هنا بتنتشر extra nodal. السبريد في الهوتشكن بيبقى contagious، لكن في النون هوتشكن بيبقى non contagious.
الاكسترا نودال اكستنشن بيبقى في الهوجكن اقل، ما بتنتشرش اكسترا نودال كتير، لكن في النون هوجكن بتبقى اكتر، والبروجنوزس بشكل عام بتاع الهوجكن بيبقى احسن من النون هوجكن لينفوما. طيب ازاي اعمل دايجنوزس لللمفوما؟ هاو تو دايجنوز لمفوما، ازاي اعرف ان المريض اللي قدامي ده عنده لمفوما؟ اما كلينيكال بالاعراض او الفحص البدني، او حاجات هيستولوجيكال او بالاميونو هيستوكيمستري. الاميونو هيستوكيمستري اني اشوف المستقبلات اللي موجوده على اسطح اللمفوما وابدا احدد نوعها. طيب الكلينيكال دايجنوزس اني هل عند الشخص ده في جنراليزد ليمفادينوباثي نوت ريسبوندنج تو تريتمنت، يعني عنده جنراليزد ليمفادينوباثي بديله علاج والعلاج ما بيخففوش، تمام؟ يبقى جنراليزد ليمفادينوباثي ما بيخفش مع العلاج، فارجح الليمفوما. طيب الهيستولوجيكال لما اخد عينه وابص عليها تحت الميكروسكوب، هل الوس اوف نودال اركتكتشر، الليمف نود ما بقاش ليها الشكل الطبيعي المعتاد بتاعها، وكمان هل اتيبيكال ليمفوسايتس، هل ان شكل الليمفوسايتس مختلف عن الشكل الطبيعي. طيب الاميونو هيستوكيمستري بيفيدني في ايه؟ فور تريتمنت اند بروجنوزس، عايز اعرف الليمفوما دي نوعها ايه بالتحديد، لان انا مش عايز اعرف ان دي ليمفوما وخلاص، لا انا عايز اعرف الليمفوما دي نوعها ايه بالتحديد. ليه؟ عشان التريتمنت والبروجنوزس، لان في انواع من الليمفوما بيبقى البروجنوزس بتاعها كويس، وانواع تانية بيبقى البروجنوزس بتاعها سيء، وكمان التريتمنت بيبقى في بعض العلاجات بتبقى موجهة أكتر بيبقى في علاج معين موجه أكتر لنوع معين، تمام؟ فبيبقى في certain subtypes ليها specific target therapy. يعني مثلا العلاج اللي عالج بيه البيركتس ليمفوما ده مخصص للبيركتس ليمفوما، ما ينفعش أعالج بيه التي سيل ليمفوما، تمام؟ المخصص للهوجكن ليمفوما ما أقدرش أعالج بيه البيركتس ليمفوما، وهكذا، تمام؟ بيبقى في علاج مخصص لكل نوع، فيبقى الاميونو هيستوكيمستري بحتاجها عشان التريتمنت والبروجنوزس. طيب بلا ان البي سيلز بيكون عليها مستقبل سي دي 20، سي دي 20 بوزيتيف، سي دي 20 بوزيتيف، والتي سيل بيبقى عليها مستقبل سي دي 3، سي دي 3، والبيركتس ليمفوما اللي هي نوع من انواع البي سيل ليمفوما بيبقى عليها مستقبل سي دي 10، سي دي 10 بوزيتيف، والانابلاستيك لارج تي سيل ليمفوما بيبقى عليها مستقبل سي دي 30 زي ما قلنا، بتبقى سي دي 30 بوزيتيف. طيب والفوليكيولار بي سيل ليمفوما دي بيبقى عليها المستقبل البي سي ال 2 او بتبقى فيها بي سي ال 2 بوزيتيف، يبقى الفوليكيولار بتكون بي سي ال 2 بوزيتيف، وقلنا الفوليكيولار هايبر بليزيا بتبقى بي سي ال 2 نيجاتيف، والهوجكن ليمفوما بيبقى عليها مستقبل سي دي 15 وسي دي 30، سي دي 15 اند سي دي 30 بوزيتيف. يبقى السي دي 30 بيبقى موجود على الهوجكن ليمفوما وعلى الانابلاستيك لارج تي سيل ليمفوما، يبقى السي دي 30 على الاي ال تي ال وعلى الهوجكن ليمفوما، يبقى البي سيل سي دي 20، التي سي دي 3، البركت سي دي 10، افتكر التي 3، تمام؟ التي 3 عليها 3 والانا بلاستيك لارج، تمام؟ لارج بدل 3 30، تمام؟ يبقى لما كبرت بقت 30، التي سيل لوحدها تي 3 سي دي 3، كبرت ال 3 بقت 30، البي سيل بي 20، تمام؟ بي 20 ليها سي دي 20، والبركت سي دي 10، البركت سي دي 10، الهوجكن 15 و30، الهوجكن 15 و30، والفوليكيولار بتتفاعل مع البي سي ال 2 بتبقى بي سي ال 2 بوزيتيف رياكشن. طيب هنتكلم عن الكلينيكال ستيجنج اوف ليمفوما، ازاي احدد الستيج او المرحله اللي الليمفوما دي موجوده فيها دلوقتي. بقسم الستيجنج لاربعه ستيجز، تمام؟ بقسم الليمفوما لاربع مراحل على حسب هي مصيبه اي جروبس من الليمف نودز. طيب الستيج 1 هو اني اتصاب سنجل جروب اوف ليمف نود، يبقى جروب واحد يتصاب من الليمف نود، مثلا اتصابت السيرفايكال ليمف نود، اتصابت الاورتيك ليمف نود، اتصابت الانجوينال ليمف نود، تمام؟ هنا مثلا متصابه السيرفايكال ليمف نود، هنا مجموعه واحده من الليمف نود اتصابت سواء فوق الدايفراج او تحت الدايفراج مش هتفرق، ده لسه ستيج 1. طيب ستيج 2 اني تو جروبس اون وان سايد اوف دايفراج، يعني اني مثلا هنا
الاكزيلاري ليمف نود والسيرفايكال ليمف نود. كده اكتر من مجموعه من الليمف نود اتصابت، بس هما الاثنين في ناحيه واحده من الديافراج، هما الاثنين في الناحيه اللي فوق الديافراج، تمام؟ هما الاثنين في الناحيه اللي فوق الديافراج. ممكن يبقى مثلا ايه، اورتيك، تمام، اورتيك وانجوينال، اورتيك وانجوينال، هيبقى تو جروبس اوف ليمف نود لكن تحت الديافراج، تمام، تو جروبس اوف ليمف نود لكن تحت الديافراج. فده برضو ستيج 2، ان بيبقى فيه تو جروبس لكن هما الاثنين فوق الديافراج. طيب ستيج 3، ان يبقى فيه اتنين جروبس من الليمف نود او اكتر لكن واخدين الناحيتين من الديافراج، واخدين الناحيتين من الديافراج، مثلا هنا ايه، الانجوينال ومعاها السيرفايكال، الانجوينال ومعاها السيرفايكال. ما هو هنا كان اتنين برضو، كانوا تو جروبس وهنا تو جروبس، بس الفرق ان التو جروبس في نفس الناحية من الديافراج، لكن الستيج 3 بيبقى التو جروبس كل واحدة واخدة ناحية مختلفة، هنا السيرفايكال فوق الديافراج وهنا الانجوينال تحت الديافراج. طيب يبقى ليمف نود جروبس اون بوث سايدز اوف diaphragm. بعد كده الستيج 4 ده خلاص وصلنا لمرحلة متأخرة من الديزيز، هيعمل اكسترا نودال اكستنشن، هيبدأ ان هو بدل ما كان لوكاليزد في الليمف نود او بدل ما كان موجود في الليمف نود بس، يبدأ ان هو ينتشر للاعضاء المحيطة، تمام، يبدأ ان هو ينتشر للاعضاء المحيطة، بيعمل اكسترا نودال اكستنشن، بيعمل اكسترا نودال اكستنشن. طيب في التقسيمة اللي في الأول خالص عن المالجنانت تيومرز بتاعة الليمف نود، كان بيبقى في منها برايمري وفي منها سكندري. برايمري اللي هي بتحصل في الليمف نود على طول، ودي اللي هي الليمفوماز اللي اتكلمنا عنها، وفي السكندري اللي هي الميتاستاتيك اللي هي بتحصل في عضو وبعد كده بتحصل في عضو معين وبعد كده تعمل ميتاستاسيس على الليمف نود، والنوع ده هو اللي بيبقى the most common type of malignant tumors، تمام، ده بيبقى the most common types of malignant tumors. يعني لو حد معرض انه يحصل له malignant tumor في الليمف نود، بنسبة كبيرة دي هتكون metastatic carcinoma جاية له من حتة تاني، تمام. يبقى السكندري اللي هي metastatic carcinoma بتكون احتماليتها اكبر بكتير من البرايمري carcinomas. دي بتبقى عبارة عن ايه؟ deposits of malignant epithelial cells in lymph node. ان بتبقى حصلت المالجنانت تيومر في مكان معين، تمام، حصلت المالجنانت تيومر في مكان معين وبعد كده راحت عملت ميتاستاسيس على الليمف نود، فبتقوم السيلز اللي هي المالجنانت في العضو ده تروح في الليمف نود، فلقى ان جوه الليمف نود في مثلا خلايا كبديه، تمام، لقى جوه الليمف نود خلايا سرطانيه كبديه، تمام، هلا جوه الليمف نود خلايا سرطانيه كبديه، هل المفروض تبقى موجوده هنا؟ لا، ده هي عملت ميتاستاسيس من الكبد على هنا. طيب جروسلي لما اجي ابص على الليمف نود هلاقي ايه؟ هلاقي كذا ليمف نود مالتيبل انلارجد، كبار في الحجم، وديسكريت او فيوزد، يعني اما انهم منفصلين عن بعض او داخلين في بعض عاملين فيوجن. وكمان لما اجي اخد منهم كات سيكشن اجي اقسمهم نصين، هلاقي جريش وايت كات سيكشن، جريش وايت كات سيكشن. طيب لما ابص تحت الميكروسكوب هل ريبليسمنت اوف نودال تيشو باي ابيثيليال تيومر سيلز، هل ان النسيج بتاع الليمف نود بدا يتم استبداله بالمالجنانت سيلز اللي جايه له من بره، يبقى مثلا كان في سكويما سيل كارسينوما وعملت ميتاستاسيس على الليمف نود، يبقى بدل ما الليمف نود موجود فيها التيشو الطبيعي بتاعها، لا يبدا يتم استبداله بسكويما سيلز، تمام. طيب ايه هي الكلينيكال امبورتانس بتاعه الميتاستاسيس او الميتاستاتيك كارسينوما اوف ليمف نود اني اعرفها؟ دي بتبقى اسينشال فور تي ان ام ستيجنج اوف ذا تيومر. تي ان ام ستيجنج ده هو اسم النظام بتاع الستيجنج، اسمه تي ان ام، ده اللي بحدد بيه الستيج بتاع التيومر، لان لو التيومر عملت ميتاستاسيس في الليمف نود كده تبقى طلعت لستيج عالي، وكده تبقى وصلت لمراحل متاخره والبروجنوزس بتاعها هيبقى سيء، فلازم اعرف هل حصل ميتاستاسيس في الليمف نود ولا لا، يبقى اني اعرف هل في ميتاستاتيك كارسينوما في الليمف نود ولا لا، ده مهم جدا عشان احدد الستيج بتاع التيومر، وكمان على اساسه ببدا احدد التريتمنت والبروجنوزس. طبعا لو كان في انتشار في الليمف نود البروجنوزس بيبقى اوحش والتريتمنت بيبقى أصعب.
بعد كده في الاخر دي تجميعه للليمفاديدوباثي، تجميعه للانلارجمنت اوف ليمف نود، هنجمع فيها كل الاسباب بتاعه الليمفاديدوباثي. الليمفاديدوباثي في الاول ده عباره عن ايه؟ عباره عن انلارجمنت، تضخم اوف وان اور مور جروبس اوف ليمف نود، ان مجموعه من الليمف نود او اكتر من مجموعه من الليمف نود حصل لها انلارجمنت. الانواع اما لوكالايزد او جنرالايزد. لوكالايزد بتحصل في وان جروب من الليمف نودز، وجنرالايزد بتحصل في اكتر من جروب، مور ذان وان جروب اوف ليمف نودز. ايه هي الاسباب بتاعه الليمفادينوباثي؟ اما ان هي تبقى انفلاماتوري، حصل ليمفادينايتس ومعاه ليمفادينوباثي. الاكيوت والكرونيك، طبعا الاكيوت قلنا منه بكتيريال وفيرال وشرحناهم، والكرونيك منه سبيسيفيك ونون سبيسيفيك وبرضه شرحناهم. ممكن كمان يكون سبب الليمفادينوباثي اوتو اميون ديزيز، مرض مناعه ذاتيه زي الروماتويد ارثرايتس وزي السيستيميك لوبس وزي الجورجنز سيندروم. ممكن تبقى حاجه نيوبلاستيك، ورم سرطاني، اما انه يكون ميتاستاتيك سكندري كارسينوما، او انه يكون برايمري زي الهوتشكن لينفوما والنون هوتشكن لينفوما، بيبقوا صاحبين لجنرايزد ليمفادينوباثي، او النودال انفولفمنت في حالات اللوكيميا، النودال انفولفمنت في حالات اللوكيميا. طيب ممكن يكون دراج انديوسد، يعني يحصل بسبب الدراجز، وقلنا بيبقى معاه باراكورتيكال هايبربليزيا. ايه هي الدراجز اللي ممكن تسبب ليمفاديدوباثي؟ الالوبيورينول والكابتوبريل والفينيتوين. الالوبيورينول والكابتوبريل والفينيتوين. واخر سبب من اسباب الليمفاديدوباثي هي الرياكتيف هايبربليزيا. يبقى هي enlargement localized و generalized، أسبابها inflammatory acute أو chronic autoimmune disease neoplastic drug induced reactive hyperplasia. كده الحمد لله نبقى خلصنا الهيماتولوجي كاملا وخلصنا الانتنسيف كورس كاملا. دلوقتي هنحل شوية أسئلة على الباثولوجي. أول سؤال بيقول لي الرياكتيف follicular hyperplasia is characterized by all of the following except. الرياكتيف هايبربليزيا بيبقى فيها بريزيرف نودال اركتكتشر، بيبقى لسه النودال اركتكتشر سليم، وبل بعرف اني افرق الفوليكلز عن بعض. لارج بيل جيرمينال سنتر، ايوه. فاريبل سايزد فوليكلز، ايوه. لكن لوس اوف نودال اركتكتشرز، لا ده كده ليمفوما مش هايبربليزيا. هايبربليزيا اوف بي ليمفوسايت از بريزنت ان نقط. الهايبربليزيا لما بتحصل في البي ليمفوسايتس بتبقى فين؟ طبعا بتبقى في الفوليكلز، بتبقى فوليكولار الساينوسال في الهيستيوسايتس والباراكورتيكال في التي سيلز. التنجبل بودي ماكروفاجز ار سين ان الفوليكولار هايبربليزيا، طبعا التنجبل بودي ماكروفاجز بتبقى موجوده في الفوليكولار هايبربليزيا. The main cells in sinus hyperplasia، طبعا قلنا أول ما أشوف sinus hyperplasia على طول الإجابة histiocytes. ال infectious mononucleosis مين بيسببه؟ طبعا ال Epstein Barr virus أو ال EBV. إنه السؤال ده متكرر. The following type of lymphadenitis may be misdiagnosed as lymphoma، يعني لما أشوف ال lymphadenitis ده ممكن اشخصه بالغلط على انه ليمفوما. طبعا قلنا ده بيكون الانفكشوس مونونيوكليوزس اللي هو بيسببه الاي بي في. في حالات التونسيلايتس انهي ليمف نود هيحصل لها هايبربليزيا؟ قلنا في حالات التونسيلايتس طبعا مين اقرب ليمف جروب اوف ليمف نودز ليها؟ بتكون السيرفايكال، هي اللي بتبدا يحصل لها هايبربليزيا عشان تروح تدافع عن التونسيلز. نون انفلاماتوري ان نون نيوبلاستيك انلارجمنت، ده طبعا على طول تعريف الهايبربليزيا، انلارجمنت لللمف نودز، انلارجمنت لللمف نودز، ولا هو انفلاماتوري ولا هو نيوبلاستيك، ده الرياكتيف هايبربليزيا. which reactive lymphadenitis caused by immunological reaction by drugs، يعني انه نوع من الرياكتيف هايبربليزيا اللي هي الرياكتيف lymphadenitis بيحصل بسبب الدراجز، بيكون دراج انديوز، طبعا ده بيكون البارا كورتيكال. البارا كورتيكال بيحصل في حالات الدراج انديوز، وكمان الحاجات زي السيستميك لابس والجورجين سيندروم. السؤال ده متكرر من الفارما. which cell found in nodular sclerosis بل امين في النودولار سكليروزس؟ قلنا بلقى في النودولار سكليروزس اللاكيونار سيلز، قلنا هي الوحيدة اللي بلقى فيها lacunar cells، والpredominant lymphocytic بلقى فيها البوبكورن، والباقي بلقى فيه mononuclear. clinically patients with Hodgkin lymphoma present with the following manifestation except، يعني الناس اللي عندها Hodgkin lymphoma بيبقى عندها الحاجات دي ما عدا
هل بيبقى عندها لو جريد فيفر؟ ايوه بيبقى فيه شويه فيفر، بيبقى فيه هيباتوسبلينوميجالي، ان اكسبلين لوس اوف ويت، بينفول سوفت ليمفادينوباثي. لا ده احنا قلنا الليمفوما بتبقى بينلس، تمام، قلنا الليمفوما بتبقى بينلس مش بينفول. طيب the following type of Hodgkin lymphoma has the worst prognosis. طبعا اللي ليها أسوأ prognosis هي lymphocytic depleted type، لأن ما بيكونش فيها lymphocyte أو lymphocytes بتكون قليلة جدا، وكمان ال classic RS بتبقى كتيرة جدا وفي frequent mitosis. الكيس زي ما تعودنا، الكيس عبارة عن شوية دش الحل في نصها. بيقول لي 23 year old female complains of low grade fever, night sweat, malaise, cervical lymphadenopathy, lymph node biopsy reveals band of fibrosis, scan T read Sternberg cells, lacunar cells. بس خلاص خلص lacunar cells دي على طول nodular sclerosis Hodgkin lymphoma، nodular sclerosis Hodgkin lymphoma من غير ما افكر. ليه؟ شفت كلمة lacunar، خلاص دي اللي حلت لي السؤال، تمام. بفضل ادور لحد ما المح كلمه تحل لي السؤال، يبقى كل الكلام ده دش بالنسبه لي ملهوش اي لازمه. لاكيونار سيلز على طول نوديولار سكليروسس. البركتس ليمفوما قلنا هي من الهاي جريد مع الاميونوبلاستيك والليمفوبلاستيك. وايد سبريد انفولفمنت اوف وان اور مور اكسترا ليمفاتيك اورجانز، يعني طلعت بره الليمف نود، يبقى انا كده دخلت في ستيج 4. الليمفومز بتاعة البي سيل، الليمفومز اوف بي سيل اوريجين بتبقى بوزيتيف لايه؟ بتبقى بوزيتيف للسي دي 20، والبوركتس ليمفوما قلنا بتبقى بوزيتيف للسي دي 10. نوع من انواع النون هوجكن ليمفوما بيبقى موجود في الجو والابدومينال ماسز، ده طبعا قلنا البوركتس ليمفوما، البوركتس ليمفوما. انهي نوع من انواع الدراجز دي بيسبب دراج انديوسد ليمفادينوباثي؟ قلنا الالوبيورينول والكابتوبريل والفينيتوين. انهي سيل ليمفوم ان which of the following is CD30 positive؟ طبعا قلنا الهوجكن ليمفوما والانابلاستيك لارج تي ليمفوما. قلنا الانابلاستيك لارج تي ليمفوما دي التكبير بتاع التي سيل، قلنا تي 3، والانابلاستيك لارج تي سيل ليمفوما بقى فيها 30 بدل 3، والهوجكن سيلز قلنا بتبقى بوزيتيف ل 15 و30، بتبقى بوزيتيف ل 15 و30. طيب تمام، بعد كده السؤال اللي بعده كيس برضو. ولد عنده 7 سنين، ورسنج بين ان رايت سايد، ورسنج بين، ركز في كلمة ورسنج بين، رايت سايد اوف هيز جروين ريجن فور ذا باست ويك، فيزيكال اكزامينشن شو بينفول swelling lymph nodes in the right inguinal region and inguinal lymph node biopsy. The node has increased number of variably sized lymphoid follicles, large prominent germinal centers, numerous neutrophils infiltrate. What is the most likely cause of these histological changes? طبعا acute lymphadenitis. ليه؟ لأنها painful. خلاص ركز على كلمة painful. كنت ممكن تتلخبط هنا في حاجة، اللارج بروميننت جيرمينال سنترز، وتقوم واخدها رياكتيف هايبر بليزيا لو كانت موجوده في الاختيارات، بس الرياكتيف هايبر بليزيا بتبقى بينلس مش بينفول. مين اللي بينفول؟ الليمفادينايتس، الالتهاب، الالتهاب بيبقى مؤلم. طيب وات اوف ذيم كونسيدرد از ايرلي مايكروسكوبيك بيكتشر اوف تيوبركيولوزس، مين اللي بيكون في المراحل المبكره من الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعه التي بي؟ طبعا بتكون الابيثيليويد سيل، الكيزياس ماتيريال بتظهر في الليت ستيج، والفيوجن برضو بيظهر في الليت ستيج. النون هوجكن ليمفوما كود انفولف ذا فولوينج سايتس اكسبت، يعني النون هوجكن ليمفوما ممكن تحصل في كل الاماكن الاتيه ما عدا، ممكن تحصل في الليمف نود، ممكن تحصل في السبلين لان هو من ضمن الليمفويد اورجنز، ممكن تحصل في الاستومك في الجاستريك ميوكوزا، ممكن تحصل في الباروتيد جلاند لان هي من ضمن السليفري جلاندز، تمام، لان هي من ضمن السليفري جلاندز، قلنا بتحصل في السليفري واللاكريمال جلاندز، يبقى الاجابه نون اوف ذا ابوف، مفيش ولا واحده منهم صح. فوليكولار ليمفوما ديفرز فروم رياكتيف هايبر بليزيا ان، الفوليكولار ليمفوما بتختلف عن الرياكتيف هايبر بليزيا في ايه؟ تنجبل بودي ماكروفاجز ار ايدنتيفاي. لا ده التنجبل بودي ماكروفاجز بتبقى موجوده في الهايبر بليزيا ومش موجوده في الليمفوما. مونو كلونال لايت تشين اكسبريشن، ايوه بتبقى قلنا مونو كلونال. نيجاتيف اكسبريشن اوف بي سي ال 2، لا ده بتبقى بوزيتيف اكسبريشن اوف بي سي ال 2.
كده الحمد لله نبقى خلصنا الانتنسيف كورس بشكل كامل على مدار 4 فيديوهات، خلصنا فيهم منهج الهيماتولوجي بشكل كامل. أتمنى إني أكون فدتكم ولو حتى بشكل بسيط، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة أنه تجلس واحد وتعمل له عملية جراحية وأنك تؤلف أدوات خاصة لكل غرض أداة، أبدع فيها المسلمون. وأول من كتب، يعني أول ريكورد عندنا أو شيء مكتوب في تاريخ البشرية لوصف دقيق لآلات بالمئات آلات جراحية، كان كتاب التصريف للزهراوي.